طيب نبدأ المحاضرة. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. أنا عارف أنتم لسه مخلصين يعني الامتحانات الأسبوع اللي فات، بس أرجو إن أنتم تكونوا خدتوا أجازة قبلها يعني قبل الامتحانات شوية، بس إن شاء الله نكمل مع بعض بقى الترم ده، وهنبني بقى الحاجات اللي خدناها طبعا الترم اللي فات. فطبعا كل الكلام اللي خدناه الترم اللي فات يعني هيبقى إيه relevant لينا في الايه في الديسكشن هنا يعني، وبالتالي هو لسه اكيد فريش في ذهنكم يعني، انتوا لسه ممتحنين مفيش من اسبوع ولا حاجه يعني. طيب خلينا نبدا نتكلم على الكونتنتس يعني بتاع الكورس بتاعنا. خلاص التوبكس بتاعتنا اول حاجه هنبدا نتكلم عليها هي البايسنج والكرنت ميرورز، وبعد كده هنتكلم على الفيدباك تكنيكس. طبعا البايسنج والكرنت ميرورز زي ما تشوفوا دلوقتي هي بيزيكلي دوائر انتوا بتستعملوها جوه الامبليفايرز بتاعتكو او جوه الالكترونيك سيركتس، عشان هي اللي تجنريت الايه البايس سيركتس البايس فولتجز او البايس كرنتس اللي انت محتاجها. وطبعا يعني زي ما اتكلمنا قبل كده الترم اللي فات وشفته، دايما البايس كرنت او الفولتج بيبقى مهم جدا ان هو يحدد ايه الـ region of operation بتاع الـ transistors بتاعتك يعني. فهنتكلم بقى على أهمية الكلام ده وإزاي نعمله accurately. تمام، بعد كده هنتكلم على feedback techniques ونفهم إيه مزاياها وليه بنستعملها في الإلكترونيك سيركتس وإيه معنى الفيدباك أصلاً. طبعاً الفيدباك كـ concept هو إن أنت إيه بتاخد حاجة من الـ output بتاع أي system وترجع ترجعها للانبوت بتاع السيستم تاني عشان تعمل نوع من الكوركشن. تمام، وهنفهم بقى ايه فوائد الكلام ده. فالفيدباك كجنرال كونسبت يعني ليه تطبيقات كتيره جدا في حتى في الحياه العمليه، مش بس الالكترونيك سيركتس يعني، بس احنا هنركز عليه ايه في دراستنا الالكترونيكس يعني. بعد كده نبدا نتكلم على الاوسيليتورز. تمام، الاوسيليتورز بقى هيبقى نوع مختلف شويه من الالكترونيك سيركتس يمكن ما تعرضنا لهاش قبل كده يعني، لحد دلوقتي يمكن المين فوكس بتاعنا في دراسه الالكترونيك سيركتس كان على الامبليفايرز. وطبعا انتوا خدتوا اكيد الكترونيك سيركتس مختلفه تانية زي لوجيك سيركتس وحاجات زي كده يعني، بس بتكلم اكتر على الانالوج سيركتس يعني. الاوسيليتورز بقى نوع مختلف او جديد من الانالوج الكترونيك سيركتس اللي هنتكلم عليه ان هو بيجنريت سيجنال مش بيامبليفاي بقى سيجنال. تمام، فهنبدا طبعا نتكلم شويه على الابلكيشنز بتاعته. ابسط ابلكيشن انتو يعني اكيد بتتعرضوا لها اون ديلي بيزس مثلا هتبقى في الكلوك جنريشن مثلا يعني، ممكن البروسيسور بتاعك عشان يشتغل لازم له كلوك صح، وده اللي بيديفاين السبيد بتاع البروسيسور بتاعك. فالكلوك دي عباره عن ايه؟ عباره عن سكوير ويف، فلازم دايره على المذر بورد بتاعت المايكرو بروسيسور بتاعك او اللابتوب او الكمبيوتر هي اللي جنريت الايه السكوير ويف دي، فدي اللي بنسميها الايه الاوسيليتورز. فهنبدا نتكلم على الديزاين بتاع الايه الاوسيليتورز والديفرنت ديزاين تكنيكس وانواع الاوسيليتورز وهكذا. بعد كده بقى نبدا نخش في مور ادفانسد توبكس زي النويز اناليسيس. هنبدا نتكلم ايه هي تعريف النويز خلاص، وايه اللي بيظهر النويز في الالكترونيك سيستمز. طبعا انتوا هتاخدوا بعد كده ان شاء الله في كورسات في السنين الجايه تاثير النويز عليك او تاثير النويز في الكوميونيكيشن سيستمز عامه بيظهر ازاي وبيأثر عليك ازاي. فبالتالي هنبدأ ندرس طيب انت دلوقتي عشان تبني a communication system، سواء بقى بتبني transmitter سواء بتبني receiver، في الاخر في electronic components في السيستم بتاعك ده، فالelectronic components ممكن تكون بتgenerate noise. فهنبدأ نشوف بقى ازاي نتعامل مع ايه مع النويز generation في السيركتس بتاعتنا، ونشوف ازاي ندخلها as a parameter في الديزاين، زي ما بتدخل الجين في الديزاين وزي ما بتدخل power consumption تبقى عايز تديزاين for certain gain او certain power consumption او certain bandwidth. زي ما اتكلمنا الترم اللي فات على الفريكونسي ريسبونس، هنبدأ ندخل parameter جديد في الديزاين اللي هو النويز. طب الدايرة دي بتجنريت نويز قد ايه واقلله ازاي وهكذا يعني.
تمام. بعد كده التوبكس التانية اللي هي باور امبليفايرز، هنبدأ نتكلم برضو على ايه المختلف في الباور امبليفايرز. طبعا الباور امبليفايرز من اسمها كده واضح ان هي امبليفايرز هتجنريت سيجنال عندها فيري هاي باور، تمام. طب ايه التطبيقات بتاعتها؟ ابسط حاجه كده تخيل فيها ان هي في الكوميونيكيشن سيستم، انت اخر بلوك في الكوميونيكيشن سيستم اللي هو هيترانسميت السيجنال ويوديها يوصلها مثلا لانتنا اللي هي هتبعت السيجنال دي في الهواء. الاخر ستيج دي بنسميها باور امبليفاير، ليه؟ لان هي لازم تجنريت سيجنال عندها فيري هاي باور عشان اقدر ايه ابعت السيجنال دي ثرو ان انتنا، والانتنا دي تترانسميت السيجنال دي في الايه في الهواء. فلازم يبقى عندك فيري هاي باور خارج من ايه من اخر ستيج. فهنبدا نشوف دلوقتي ليه الديزاين بتاع الباور امبليفاير ده مختلف بقى عن الديفرنت ديزاين تكنيكس اللي اتكلمنا عليها في الجنرال امبليفايرز، هنلاقي ان ليه معامله خاصه جدا وهنتكلم ان شاء الله عليها في الايه في الجزء ده من الكورس. واخر جزء اللي هو الاوب امب ابلكيشنز هنبدا نتكلم عليه. الاوب امب الكلمه دي هي ابريفيشن لحاجه بنسميها اوبريشنال امبليفاير، وهنبدا بقى نتكلم يعني ليه سميناه كده وايه هو الاوب امب. خلاص الناس بتختصر كلمه اوبريشنال امبليفاير في بمصطلح اوب امب عاده يعني، واكيد ممكن تكونوا اوريدي سمعتوا عنه او عملتوا بعض التجارب بيه او يمكن بقى في الترم ده يعني. هتلاقوا ان هو اتس ا فيري فانكشنال بيلدينج بلوك، تقدر تستعمله انك تبني ميني ابلكيشنز بفيري سمبل كومبوننتس، وهنشوف ليه الكلام ده. وهنربط الكلام ده بالحاجات اللي اتكلمت اللي خدناها في الترم الاولاني اللي بتاع الديفرنشال بيرز، لان هتشوف ان الاوب امبس دي البيزك بيلدينج بلوك بتاعها هو الديفرنشال بير اللي انتوا درستوه في الايه في الترم الاولاني، تمام. فدي كده ده ملخص الكورس كونتنت بتاعنا ان شاء الله في الترم الثاني. بالنسبة لتوزيع الدرجات بتاعنا احنا الترم ده برضو ان شاء الله المادة من 150 درجة، تمام. هتتوزع برضو يعني شبه نفس التوزيع تقريبا اللي عملناه في الترم الاول، ان شاء الله يبقى عندنا حاجه في حدود 3 كويزز كل واحد تقريبا 5 درجات، ويبقى عندنا ميد تيرم عليه 20 درجه، وبرده نعمل بروجكت شبه اللي عملناه كده الترم اللي فات، برده حاجه فيها سيميليشن. بس ممكن نشوف بقى يعني ان شاء الله حسب الوقت نحاول نديكم امور ادفانس سيميليتور يعني عن الاستعمالات الترم اللي فات عشان تشوفوا بعد كده الناس بتستعمل يعني. طبعا ايه السيميليتر اللي انت استعملته في الترم الاول كان فيري بيزك سيميليتر، تمام، فيري سمبل سيميليتر لبيزك الكترونيك سيركتس. بس بعد كده الناس بقى في الالكترونيك ديزاين في مور ادفانس سيميليترز بقى فيها اوبشنز اكتر وبتموديل الديفايسز بطريقه اعقد شويه، فبتاخد مور افكتس في الديفايس موديلنج بتاعها، فبتبقى الريزلتس بتاعتها مور اكيوريت. فحسب الوقت ان شاء الله هنشوف نوع السيميليتر يعني اللي هنحدد عليه المشروع ده. وبعد كده برضو زي الترم اللي فات بيبقى في جزء من ال 150 درجة على المعمل اللي هو ريليتد للالكترونيك سيركتس يعني، والفاينل ان شاء الله برضو هيبقى 90 درجة. بالنسبة للريفرنسز بتاعتنا الكورس زي ما هتشوفوا برضو يعني تقريبا هما نفس الريفرنسز اللي كنا ماشيين منها الترم الاول، برضو في اجزاء هتلاقونا ماشيين فيها زي الكتاب بتاع الرزابي اللي هو اسمه الفاندمنتالز اوف مايكرو الكترونكس، وبرضو اجزاء ماشيه من سيدرون سميث مايكرو الكترونيك سيركتس. في بعض بقى الاجزاء يمكن الكتاب ده انا ما اعتقدش ان احنا اتكلمنا عليه الترم اللي فات لان هو little bit more advanced، هو برضو نفس الكاتب رزابي بس كتاب تاني اسمه ديزاين اوف انالوج CMOS Integrated Circuits. يمكن الجزء الريفرنس التالت ده أكتر حتة هنبقى ماشيين شبهه فيها هي الجزء بتاع الفيدباك، لأن هو الجزء بتاع الفيدباك يمكن مش موجود في الكتاب بتاع الـ Fundamental of Microelectronics يعني. وبعد كده الإيه؟ الـ Lecture Notes. طيب تعال نبدأ بقى نتكلم على إيه؟ على أول topic بتاعنا اللي هو الإيه؟ الـ current mirrors أو الـ current sources أو الـ biasing بشكل عام. خلاص؟
طيب ايه بقى موضوع البايسنج ده؟ احنا زي ما اتفقنا ان كل الالكترونيك سيركتس اللي احنا درسناها او هتدرسوها بعد كده، طبعا بنتكلم على الانالوج الكترونيك سيركتس، بتحتاج دايما ايه؟ ابايس، يا اما فولتج، يا اما ابايس ايه، يا اما ابايس كارنت. تمام، خلاص. فدايما بركز ان انا محتاج يا بايس فولتج يا بايس كارنت، تمام، او الاثنين. يعني على سبيل المثال لو جيت ابص على الكاسكود امبليفاير اللي على اليمين ده، طبعا درسنا الكاسكود امبليفاير وعرفت وفوائده، تمام، درسنا طبعا الكاسكود امبليفاير وعرفنا ايه فوائده. لما تيجي تبص كده الكاسكود امبليفاير ده عشان يشتغل صح، ايه هما الحاجتين المهمين بالنسبه له اللي بيحددوا الجين؟ هو الاي بايس، مش كده؟ لان الاي بايس ده هو اللي بيحدد الترانس كوندكتنس بتاعه المين ترانزستور اللي تحت اللي هو الجي ام بتاعه. فلو ما عرفتش تحدد قيمه البايس كارنت صح، مش هتعرف تحدد قيمه مين؟ الجي ام بتاعه ايه؟ الترانزستور اللي تحت اللي هو الكومن سورس، مش كده؟ فبالتالي مش هتعرف تحدد الجين. فمهم قوي ان انت تعرف تحدد قيمه الاي بايس صح. طيب وبالنسبه للفي بايس ايه اهميتها؟ الفي بايس مهمه ليه؟ لان قيمه الفي بايس انت بتطرح منها الفي جي اس بتاعت الترانزستور الكاسكود، فهي اللي بتحدد لك مين؟ الفي دي اس بتاع الترانزستور الكومن سورس بتاعك، صح؟ يعني لو في بايس قلت هيحصل ايه؟ الفي دي اس على طول هتقل. طب ما يبقى كده الترانزستور اللي تحت ده ممكن الاقيه غصب عني دخل في انهي ريجن؟ خرج من الساتوريشن ودخل في الترايود ريجن. فطبعا مهم ان انا اعرف احدد قيمه برضو الفي بايس اكيوريتلي عشان اعرف ابقى متاكد ان انا ايم بايسنج الترانزستورز في الريجنز اللي انا ايه محتاجها. طيب فبالتالي ان جنرال يعني ده يوريك بس اهميه ان انت محتاج تحدد ايه البايس فولتجز والكرنتس اكيوريتلي. خلاص، عاده ايه الحاجات اللي ممكن تغير لك قيمه البايس كرنت وفولتج عن الانتندد فاليو بتاعتها؟ بنقسم الحاجات دي لثلاث حاجات، حاجة بنسميها process، تمام، حاجة بنسميها voltage، وحاجة بنسميها ايه temperature، اللي هما المصطلح بتاعهم PVT هتلاقوه مكرر بعد كده كتير في السلايد. فانت دايما بتبقى عايز لو ال process اتغيرت ال current وال voltage ما يتغيروش، ولو ال voltage اتغير برضو ال bias current وال voltage ما يتغيروش، ولو ال temperature اتغيرت برضو ايه البايس كارنتس اند فولتجز ما يتغيروش. فبنسمي الكلام ده ايه؟ بي في تي انسنسيتيف. يعني انا عايز دايما البايسنج بتاعي يبقى بي في تي انسنسيتيف. طب ايه بقى هي البروسيس وهي الفولتج وهي هي التمبرتشر؟ طبعا التمبرتشر اكتر حاجه واضحه، مش كده؟ ما فيهاش يعني ايه، يعني يمكن كلير ان انت في الاخر بتقول لي والله انا عايز الكارنت ده ما يتغيرش مع درجه الحراره. يعني بمعنى ايه؟ انا هصنع الامبليفاير ده وهديهولك انت تستعمله في السيستم بتاعك. طب افرض السيستم بتاعك ده انت جيت حطيته في الشمس بعد كده فدرجة الحرارة عليت، انا عايز الكرنت ده يفضل ثابت. طب افرض مثلا بالليل درجة الحرارة نزلت مثلا قرب الصفر مثلا، يبقى ساعتها عايز برضو الكرنت ده يفضل ايه ثابت. فدايما الالكترونيك سيركتس بيتحدد لها تمبريتشر رينج لازم تأوبريت اكيوريتلي within التمبريتشر رينج ده. الجنرال تمبريتشر رينج اللي معظم الالكترونيك سيركتس بتحاول تأوبريت فيه بيبقى من ناقص 40 درجة مئوية ل 125 درجة مئوية، بحيث تبقى انت ايه مغطي الاكستريمز اللي ممكن الدايرة بتاعتك تتحط فيها، سواء بقى راح تتحطت في القطب الشمالي او اتحطت ايه عند خط الاستواء. تمام، طبعا يعني درجه الحراره دي مش بس درجه حراره الجو، بتبقى درجه حراره الجو زائد ان الالكترونيك سيركتس نفسها ممكن تسخن، فعشان كده بتوصل لايه 125. طيب فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتمبريتشر. طيب بالنسبه للفولتج، ايه معنى ان انا اقول لك ان البايس كارنتس وفولتجز ما يتغيروش مع الفولتج؟ الفولتج ده الحقيقه المقصود بيه مين؟ السبلاي فولتج اللي هو الباتري بتاعتي اللي هو الفي دي بتاعتي. تمام، انا عايز دايما البايسنج بتاعي ده ما يبقاش فانكشن في مين؟ في السبلاي اللي هو الفي دي دي. طب ليه؟ لان السبلاي ده ممكن تفكر فيه ان هو البطاريه مثلا اللي بتشغل بيها الراديو بتاعتك مثلا.
تمام. طب افرض انت يعني مع الزمن كده البطارية دي قاعدة تضعف 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 تضعف، فقيمتها ايه؟ قيمة ال VDD عمالة تقل شوية شوية، كل ما البطارية بتضعف ال VDD بتاعتك بتقل، تمام. فانت بتبقى عايز الالكترونيك سيركتس بتاعتك تبقى اميون او انسنسيتيف للتغيرات البسيطة في الايه، في ال VDD. طبعا لو البطارية فضيت خلاص خلاص الالكترونيك سيركت بتاعتك ايه، مش هتشتغل، تمام. بس دايما الاصطلاح ان انت بتبقى عايز ان الباتري بتاعتك لو اتغيرت لبلس ماينس 10%، تمام، الالكترونيك سيركتس بتاعتك مالها ما تتاثرش. التمبريتشر قلنا من ناقص 40 ل 125، ده الايه، ده يعني الاندستري ستاندرد اللي هو العرف يعني في الالكترونيك سيركتس، ناقص 40 درجه لايه 125 درجه. الفولتج مقصود بيها ان السبلاي لو اتغير زائد وناقص 10% من قيمته، انت عايز البايس كارنتس وفولتجز بتوعك برضو ايه، ما يحصل لهمش تغيرات، بحيث مثلا ايه، افرض حطيت بطاريه لسه جديده فقويه جدا فبقت 10% اعلى من القيمه الايه التيبيكال بتاعتها، فانا عايز الجيم بتاعي ما يتغيرش. طب افرض البطاريه ضعفت شويه قلت 10%، برضو انا عايز الجيم بتاعي يبقى ايه، ثابت ما يتغيرش. طيب فده بالنسبه للفولتج والايه والتمبريتشر الفي والتي. طب بالنسبه للبروسيس بقى، ايه البروسيس؟ البروسيس دي مقصود بيها هي عمليه التصنيع، تمام. يعني ايه عمليه التصنيع؟ ما هو الترانزستور ده انا لما ببني بيه الدايره عشان في الاخر الدايره دي احطها في برودكت وابيع او منتج وابيع البرودكت ده، انا لازم اصنع الدايره دي، تمام. طب فلما اجي اصنع الدايره دي، والله انا بقول لك الترانزستور بتاعي ده مثلا ليه بروبرتيز معينه، ليه ميو ان معينه مثلا، وليه سي اوكسايد معينه، مش كده؟ او لو عندك ريزيستورز في الدايره مثلا، افترض عندك دايره تانية فيها ريزيستنس مثلا، طيب فالريزيستنس دي هقول لك والله ليها قيمه معينه، انت عايز قيمه معينه مثلا، صح؟ طب لكن انا اثناء عمليه التصنيع ممكن يحصل ايه غصب عني؟ ممكن يحصل ان الار دي تشيفت، ما تبقاش ار، تبقى ار بلس او ماينس ايه دلتا ار، صح؟ فدي اللي بنسميها بروسيس فاريشن، ان اثناء عمليه التصنيع حصل فاريشن في قيمه الايه؟ الكومبوننت عن الايديال فاليو اللي انت كنت عايزها. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ للميو ان، انت عايز قيمه معينه بس اثناء عمليه التصنيع اتغيرت شويه بدلتا، تمام؟ ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ للسي اوكسايد. فبرضو انت بتبقى عايز ان الفولتجز والكرنتس بتوعك ما يتغيروش نتيجه عمليه الايه؟ الايرورز اللي بتحصل ديورنج عمليه البروسيسنج او الايه او الفابريكيشن بتاعت الالكترونيك سيركت بتاعتك، تمام. طيب هنجيب بقى ازاي الكانس والفولتجز اللي يبقوا اندبندنت، تمام، من البروسيس من البي في تي، ده هنبدا نتكلم عليه كمان شويه. خلاص، طبعا من ضمن الحاجات التانية اللي انت عايز البايس سواء بقى فولتج او كارنت يعني يتميز بيها، غير انه يبقى اندبندنت عن البي في تي، انه يبقى اكيوريت، صح؟ يعني مثلا ايه، انا عايز 1 فولت، فانا عايز الدايره تطلع لي فعلا 1 فولت حتى لو ايه ما فيش اي تغيرات هنا. لكن افرض انا مثلا عملت لك ديزاين حتى لو ما فيش تغيرات، انت بتقول لي انا عايزها 1، انت جبت لي 1.1، فانت كده الدايره بتاعتك مش اكيوريت، تمام. فاكيوريت دي حاجه يعني مختلفه شويه عن انها ايه independent of ال PVT. خلاص، accurate ان هي by design اصلا دايرتك تطلع لي القيمه اللي انا عايزها، وهنتكلم كمان شويه على الكلام ده يعني هيظهر لي ازاي في السيركتس بتاعتي. الحاجه الثانيه ايه، انها constant و independent of PVT، يعني دي constant، دي حاجه ايه زي شبه ال independent of ال PVT. طيب هنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ زي ما قلنا هنقسمها voltages و currents. voltages دي مش هنتكلم عليها دلوقتي، دي مور ادفانسد، يعني هتاخدوها بعد كده ان شاء الله في يمكن في سنه رابعه باذن الله. في دوائر مخصوصه بنسميها باند جاب سيركتس، الدوائر دي هي اللي بتجنريت الايه؟ الكونستنت فولتج. اصل احنا مش هنتكلم على دي، تمام، احنا هنتكلم على مين؟ على الكرنتس، تمام. فاحنا هنركز ازاي اجنريت الايه؟ الكرنتس بس ان جنرال، عشان انتوا تبقوا عارفين ان احنا بنقدر نعمل الاثنين، تمام. في الكورس بتاعنا بس هنركز على البايس كارنس، بافتراض ان انت خلاص عرفت ان في حاجه بتعرف تجيب لك بايس فولتج كونستنت اكيوريت
ما بيتغيرش مع البروسيس ولا الفولتج ولا الايه ولا التمبريتشر. طيب تعالوا بقى نركز في الايه، في الكرنتس. حد عنده سؤال لحد دلوقتي في الجزئيه دي؟ طيب تمام، يعني رد على السؤال زميلكم، كان في حد بيسأل ليه ما درسناش الاوب امبس في الترم اللي فات. هو طبعا كلامك صح، هي كان المفروض تبقى ايه اكستنشن للديفرنشال امبليفايرز اللي خدناها الترم اللي فات، بس ما فيش وقت يعني، والكورس مكمل. بس الكورس يعني يعتبر ايه كأنه نفس الكورس يعني، فاحنا عشان كده ايه نقلناها تبقى الترم ده، لان هي زي ما هنشوف مرتبطة شوية بالكرنت ميرورز اللي احنا او كرنت سورسز اللي هنتكلم عليها. فيبقى خدنا الديفرنشال بير وخدنا الكرنت سورسز عشان نتكلم على البايسنج، وبعد كده نتكلم على الايه على الاوب امبس زي ما تشوف دلوقتي. تمام، في حد عنده سؤال باشمهندس؟ اتفضل. ايوه يا دكتور، هو في البي في تي حضرتك قلت الفولتج ما ينفعش يعتمد على السورس نفسه اللي هو الفي دي دي. مظبوط. الترم الاول احنا خدنا ان هو ساعات بنعمل اصلا بايسنج عن طريق ان هو يبقى فيه فولتج ديفيجن بين السورس وبين الجيت يعني، مظبوط فالكلام ده كده ما مظبوط ينفعش، مبقاش ينفع. بالظبط كده. ما انا هوريك في السلايد اللي جايه او اللي بعدها عيوب الكلام ده. تمام، بص، مش ما ينفعش، هو ينفع. تمام، بس فانت بتدرسها في الاول كايه، يعني كحاجه كده حل بسيط للمشكله. تمام، بعد كده تمام لما بتاخد بقى كونسبتس مور ادفانس بتفهم بقى، بتبدا تفهم ايه عيوب الطريقه دي، وبتتعلم طرق بقى ايه احسن منها. فاهم قصدي؟ بس تمام هوريك بالظبط، هرد على سؤالك ده في السلايد اللي جاي ان شاء الله. تمام تمام، في اسئله تاني؟ طيب تعالوا نكمل بقى ايه البايس كارنتس. خلاص تعالوا، اتفقنا هنسكيب البايس فولتج، نتكلم على البايس كارنتس اللي هي الكارنت سورس. يعني معنى كده ان انا عايز اديزاين دايره تاكت از كارنت سورس. طيب ايه خصائص الدايره دي؟ طبعا نمره واحد، عايزها تطلع لي اكيوريت كارنت. يعني انا عايز اديزاين الدايره انها تطلع لي مثلا 1 ملي امبير، الاقيها مطلعه فعلا 1 ملي امبير، فده اول حاجه منطقيه. طيب تعالوا نتكلم برضو على اخر حاجه لانها ريليتد للعلم ده كده، عايزها برضو اندبندنت اوف بروسيس فولتج اند تمبرتشر. يعني عايز برضو لو حصل بي في تي فاريشن الكارنت ما يتغيرش، فخلاص عرفنا اكيوريت وعرفنا اندبندنت اوف ايه بي في تي. طيب ايه بقى الحاجات التانية اللي متصلة او ليها علاقة بالكرنت سورس؟ بما اني انا هجنريت او هديزاين الكرنت سورس زي اللي انا رسمه تحت ده، فكرنت سورس دايما بيبقى نفسي ان هو يبقى ايه الاوتبوت امبيدنس بتاعته تبقى بكام. الايديال كرنت سورس دايما الاوتبوت امبيدنس بتاعته بكام؟ بانفينيت، صح؟ ليه؟ عشان يبقى ايديال كرنت سورس يبقى كأن الار اوت دي كبيرة جدا تقول لي ايه لما لا نهايه، صح؟ فدايما اكتر حاجه بيبقى نفسي فيها في الكرنت سورس او في الحاجه اللي هتجنريت البايس كرنت انها يبقى عندي هاي اوتبوت امبيدنس. طب ليه؟ ايه ميزه ان انا يبقى عندي هاي اوتبوت امبيدنس للكرنت سورس؟ هي لو الكرنت سورس ظهر معاه ار اوتبوت هنا يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها الكرنت اللي خارج لي منه اللي انا هسميه بقى هنا اي بايس، ما بقاش هو بالظبط مين؟ ما بقاش هو اي اس، لان بقى في جزء ماشي في مين؟ الار اوت بتاعته، مش كده؟ طب يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده لو الفولت اللي على الكرنت سورس اتغير اللي هو انا مسميه هنا في الرسمه دي في اوت، هل اي بايس بقى ثابت ولا الار اوت دي بتخلي التوتال كرنت ده اللي هو ده زائد ده، ها، فانكشن في مين؟ فانكشن في في اوتبوت. ليه؟ لان الكرنت اللي ماشي في ار اوتبوت هو في اوتبوت على مين؟ على ار اوتبوت. يبقى ار اوتبوت دي اللي هي الاوتبوت امبيدنس بتاعت الكرنت سورس دي بتموديل تغير الكرنت اللي خارج من الكرنت سورس مع مين؟ مع الفي اوت، اللي هو طبعا انا نفسي التغير ده يبقى بكام على طول؟ نفسي التغير ده يبقى بصفر، لان انا مش عايز الكرنت سورس قيمه الكرنت اللي خارجه منه تتغير اكوردنج لمين؟ للفولت اللي انا هابلايه عليه، مش كده؟ انا عايز دايما الاوتبوت كرنت اللي خارج منه يبقى دايما ماله؟ يبقى دايما ثابت ريجاردلس اوف الفي اوت اللي ابلايد عليه. تمام؟ فده اللي انا عايزه دايما، كونستانت اي بايس اكروس في اوت، اللي هي معناها ان انا عايز الار اوتبوت تبقى بكام بما لا نهايه. فيبقى تقريبا الاي اس ده هو اللي خرج لي في مين؟ في الاي بايس بتاعي. طيب فدي تاني حاجه بالنسبه للايه؟ للكرنت سورس. طب ايه تالت حاجه بقى بالنسبه للكرنت سورس؟
ودي هتتضح اكتر يعني في السلايدز اللي جايه. في حاجه بسميها الكومبلاينس فولتج بتاعت الكرنت سورس. ايه هي الكرنت سورس ده؟ انتوا طبعا لما درستوه في السيركتس قبل كده، وحتى يعني احنا يمكن لما اتكلمنا عليه في الالكترونكس، لما كنا بنرسم لك ايديال كرنت سورس ده، لو قلت لك مثلا الكرنت سورس ده بيطلع لك نفترض يعني 1 ملي امبير، خلاص، وانسى الار اوتبوت، افترض الار اوتبوت دي دلوقتي بما لا نهايه. لو انا جيت قلت لك الفولت ده بيساوي 1 فولت، تمام، هتقول لي الكرنت اللي خارج هنا كام؟ 1 ملي، صح؟ ده ايديال كرنت سورس. طب لو جيت قلت لك انا قللت الفولت ده خليته نص فولت، تمام، هتقول لي ساعتها الكرنت اي بايس ده قيمته بكام؟ هقول لك والله اي بايس ده برضه ب 1 مللي، صح؟ ما ده ايديال سورس. طب افرض بقى انت وصلت الفولت ده لصفر، لو قلت لك والله انا حطيت هنا في اوتبوت بزيرو، هل اي بايس ده ما زال هيطلع 1 مللي ولا لا؟ تمام؟ لو هو ايديال كرنت سورس برضه ما زال هيطلع 1 مللي، مش كده؟ ده اللي احنا درسناه في السيركتس، ده تعريف الايديال كرنت سورس. لكن احنا زي ما هنشوف دلوقتي، انا مفيش حاجه بقى في الدنيا اسمها ايديال كرنت سورس، انا هبني الكرنت سورس ده بسيركتس دلوقتي، بالكترونيك سيركتس، تمام؟ فالكرنت سورس ده نفسه عشان يشتغل محتاج له مينيمم اوتبوت فولتج يتحط عليه، تمام؟ المينيمم اوتبوت فولتج اللي يظهر اكروس الكرنت سورس ده هو اللي بنسميه ايه؟ الفي كومبلاينس، تمام؟ فيبقى الفي كومبلاينس تعرفها هي ايه؟ هي المينيمم الاود في اوتبوت عشان الكرنت سورس بتاعك ده يفضل شغال، صح، تمام؟ طيب طبعا انت لو بتديزاين الكترونيك سيركت، او انت بلاش انت بتديزاين الكترونيك، لو انت بتستخدم الكرنت سورس ده، انت نفسك الفي كومبلاينس ده يبقى بكام؟ عشان الكرنت سورس ده يقرب للايديال كيس، نفسك الفي كومبلاينس ده يبقى بايه؟ بصفر، مش كده؟ عشان الكرنت ده يفضل طالع لك حتى لو انت هنا حاطط 1 فولت او نص فولت، او ايفن نزلت لزيرو برضه يفضل ايه؟ يفضل مطلع لك نفس الكرنت. فانت نفسك دايما ان الفي كومبلاينس دي تقل as much as ايه؟ as much as possible، تمام؟ فهنشوف برضو ده هينعكس ازاي بقى علينا في الديزاين، لان زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها ايديال سورس، لا احنا هنعمل السورس بايه؟ الكترونيك سيركتس، تمام؟ طيب في اي اسئله في الجزئيه دي لحد دلوقتي؟ طيب هنموف على السلايد اللي بعدها. طيب هبدا بقى ابني ازاي الكرنت سورس. طبعا يعني اول بس جزئيه في السلايد دي بتوريك ان حتى في الديفرنشال بيرز اللي اتكلمنا عليها الترم اللي فات، انت برضو عشان تحدد الجين بتاع الديفرنشال بير اللي هو بيتحدد بالجي ام بتاعت الديف بير، محتاج هنا ايه؟ محتاج كنا بنسمي الكرنت ده اي اس اس، مش كده؟ او اي بايس. طب اجيب بقى اي اس اس او اي بايس ده ازاي؟ هو ده السؤال بقى دلوقتي، تمام؟ احنا هنركز على الكرنتس دلوقتي. طيب فابسط طريقه اجنريت بيها كرنت سورس هي ايه؟ لو جيت بصيت على الكاركترستكس الدي سي اي في كيرف بتاع الموس ديفايس، اللي هو رسمه الاي درين فيرسس الفي دي اس بتاعه الموس ديفايس، تمام؟ شكلها كان بيبقى عامل ازاي؟ بتبدا في البدايه لينير، مش كده؟ بعد كده بتبدا بقى ايه؟ لما الترم السكوير ترم يبدا يظهر، فالسلوب بتاعك بيبدا يقل لحد ما السلوب يوصل تقريبا لصفر لما الترانزستور يخش فين؟ في الساتوريشن ريجن، صح؟ دي كانت المعادله بتاعت الايه؟ بتاعت الموس الاي دي فيرسس الايه؟ الفي دي اس في البدايه، وهو في الترايود ريجن العلاقه بين اي دي وفي دي اس تقريبا مالها خط مستقيم، لحد ما الفي دي اس تربيع الترم ده يبدا يكبر شويه فيبدا يقلل لك السلوب، لحد لما بتخش فين بقى؟ في الساتوريشن ريجن، تقريبا الكرنت بيبقى اندبندنت اوف الايه؟ اوف الفي دي اس، صح ولا لا؟ تمام. فلو الكرنت اندبندنت اوف الفي دي اس، اصبح الكرنت بتاعك فانكشن في مين بس؟ ها، ايه الفرق بين الثلاث كيرفات دول؟ الفرق بين الثلاث كيرفات دول قيمه الايه؟ الفي جي اس اللي انت حاططها على الترانزستور. كل ما بتكبر الفي جي اس، قيمه الكرنت في الساتوريشن بيحصل لها ايه؟ ها، بتزيد، صح؟ كل ما بتكبر في جي اس، قيمه الكرنت في ساتوريشن اللي هو لو افتكروا الاكسبريشن بتاعها كان كي على 2 في جي اس، يعني افترض ان الترم ده هو مين؟ هو في جي اس، صح؟ في جي اس ماينس في تي تربيع بقى اندبندنت اوف ايه؟ اوف في دي اس، صح كده؟ طب يبقى لو انا عرفت الكلام ده، يبقى ابسط طريقه ديزاين بيها كرنت سورس ان انا اعمل ايه؟ ابايس الترانزستور في انهي ريجن؟
بايظ ترانزستور في الساتوريشن ريجن، صح؟ فيبقى هشيل الكرنت سورس ده واحط بداله ايه؟ الترانزستور زي ما احنا راسمين هنا، وبايس الترانزستور ده في الساتوريشن ريجن، واحط بيه في بي دي، هي بالنسبه للترانزستور ده هي مين؟ هي الفي جي اس بتاعته، فهي اللي هتحدد الكرنت اللي ماشي فين؟ اللي ماشي في الترانزستور ده. تمام؟ وضحت كده؟ طيب فيبقى كده انا عرفت اغير او اظبط قيمه الكرنت ازاي، عن طريق مين؟ قيمه الفي بي اللي هي في جي اس 1 او في جي اس 2 او في جي اس 3، ده اللي هيظبط لي قيمه الايه؟ الكرنت. طب وكونه في الساتوريشن ريجن زي ما قلنا مخلي الكرنت مش فانكشن في مين؟ في الفي دي اس اهي، فادي الفي دي اس اهي، يعني كان الكرنت اللي خارج هو اي دي اس، والفولت اكروس الكرنت سورس هو في دي اس. يبقى لو الكيرف ده ايديال زي ما انا رسمه هنا، يبقى كان الار اوتبوت بتاعت الكرنت سورس ده بكام؟ الار اوت بكام؟ ها لو الكيرف فلات كده يبقى الكرنت ما بيتغيرش مع الفي دي اس، يبقى الار اوتبوت تقريبا بايه؟ بما لا نهايه. يبقى انا جبت كده ان ايديال كرنت سورس. تمام؟ طبعا الكلام ده مش اكيوريت 100%. ليه؟ لان الكيرف هنا ما بيبقاش فلات 100%، دايما بيبقى فيه ايه؟ فاينايت سلوب شويه. السلوب ده اللي هو مين؟ بالموديل اوف في السمول سيجنال موديل بتاع الترانزستور بايه؟ بالار او بتاعت الترانزستور ده، صح؟ فالحقيقه الار اوتبوت بتاعتي مش هتساوي ما لا نهايه، لا هي هتساوي الايه؟ الار او بتاعت الترانزستور. بس لو فرضنا ان انا بديزاين ترانزستور يعني حاطط ترانزستور الار او بتاعته كبيره جدا، فكانه ايديال كارنت سورس. تمام. طيب هجاوب بس على اسئلتكم الاول. الكرنت سورس او الكرنت ميرور مش لازم يتعمل بموس بس، ممكن يتعمل بالبي جي تي، وهنتكلم عليه في السلايدز اللي جايه. بس هنا الانترودكشن بس بدانا بايه؟ بموسفت. لكن الباي بولر لو جيت رسمت اي بدل بقى اي دي، اي كولكتور، صح؟ فيرسس بقى مين؟ بدل في دي اس ارسمها فيرسس مين؟ فيرسس في سي اي. مش كان الشكل بياخد نفس الشكل برضه ولا لا؟ كان هو نفس الشكل، بس بدل ما هنسميه بقى ساتوريشن ريجن في الموس، كنتوا بتسموه ايه في الباي بولر؟ بنسميه ايه؟ بنسميه الاكتيف ريجن في الايه؟ في الباي بولر. فهي هي بالظبط، ممكن الترانزستور موس يشتغل از كرنت سورس في الساتوريشن، او الباي بولر يشتغل از كرنت سورس في الايه؟ في الاكتيف ريجن. تمام. والسؤال الثاني اللي هو تشانل لينث موديليشن، ده طبعا خلاص اتكلمنا عليه اهو، مظبوط. لو انت مش ايديال زي الرسمه دي، المفروض هنا يبقى فيه فاينايت سلوب، تمام؟ والسلوب ده اللي هو بالمضرب الايه؟ بالار او. في الحقيقه هنا في الاوتبوت ريزيستنس ار نوت. تمام. طب نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي ست قيمه الكرنت والحته بتاعت الاكيورسي بقى بتاعت الكرنت وبتاعت الايه؟ هل هو بي في تي سنسيتيف ولا لا؟ تعالوا بقى نفكر فيها. انتوا كنتوا لسه يعني زميلكم بيسال دلوقتي الفي بي دي، ابسط طريقه اتكلمنا عليها في الترم الاول كنا بنقول والله ايه، ما انا ممكن اعملها ازاي بالبوتنشال ديفايدر ده، اخد السبلاي واحط ايه ار 1 على ار 2، يبقى انا ظبطت ايه الفي بي على القيمه اللي انا عايزها. فيبقى في بي اللي هي النود اللي انا هبايظ بيها الكرنت سورس بتاعتي، هي في دي دي مضروبه في ايه؟ ار 2 على ار 1 زائد ار 2، فهكتب المعادله دي. تمام. فيبقى اقدر احصل على قيمه مين دلوقتي؟ اي اوتبوت بتاعتي من الكرنت سورس. طيب تعالى بقى نرجع نفكر، هل ده كرنت سورس كويس ولا مش كويس؟ تمام. احنا اتفقنا انا عايز الكرنت سورس بتاعي يبقى ايه؟ مش سنسيتيف ولا للبروسيس ولا للفولتج ولا التمبريتشر. طب تعالى نشوف بقى هنا البارامترز. مبدئيا الفولتج السبلاي بيحدده مباشره ولا لا؟ يعني السبلاي ظهر اهو في الايكويشن، يبقى لو السبلاي اتغير زائد ناقص 10% حصل ايه على طول في الكرنت سورس او قيمه الكرنت؟ اتغيرت على طول. يبقى دي اول مشكله في البايسنج بالطريقه البسيطه دي. تمام. يبقى دي طريقه مش كويسه. طيب بالنسبه للفولتج، طب بالنسبه للتمبريتشر ايه في المعادله هنا السنسيتيف للتمبريتشر؟ طبعا لو جيت ابص الفي ثريشولد بتاع الترانزستور هتتاثر بالتمبريتشر. تمام. فيبقى دي هتظهر لي على طول تمبريتشر فاريشن هتاثر لي في الفي ثريشولد. ومين تاني كمان؟ الموبيليتي بتاعت الترانزستور اللي هي الكي اللي هي ميو ان سي اوكسايد، الميو ان برضه فانكشن في التمبريتشر، يبقى دي هتاثر لي على طول على قيمه الكرنت. يبقى انا كده سنسيتيف للفولتج وللتمبريتشر. طب والبروسيس؟ برضو الميو ان والسي اوكس الاثنين فانكشن في مين؟ في البروسيس. طب والفي ثريشولد؟ برضو فانكشن في الايه؟
في البروسيس، فيبقى كده المعادله دي مطلعه لي الكرنت ماله بيتغير مع كل حاجه. فيبقى اذا الطريقه دي ما هياش احسن طريقه ان انا ايه ابايس بيها. وهنبدا بقى نتكلم على طرق تحل لنا المشكله بتاعت الايه البي في تي سنسيتيفيتي. طب سؤال بقى قبل ما نسيب الجزئيه دي، ليه ما اتكلمتش على الترم ده؟ هل الترم ده يعمل لك مشكله ولا لا؟ لما اقول لك والله الكرنت فانكشن في R2 على R1 زائد R2، ال R دي يعني ان جنرال معظم الريزيستورز اللي احنا بنستعملها في الانتجريتد سيركتس يعني ما بتتغيرش مع temperature. المشكله ان ال R زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ممكن تتغير مع عمليه التصنيع، تمام؟ طيب بس الميزه في ايه بقى؟ ان الكرنت هنا فانكشن في الريشيو اوف الريزيستورز، فلو ريزيستور اتغيرت بدلتا فالاثنين ريزيستورز الى حد كبير قوي هيتغيروا بنفس الدلتا، فيبقى النسبه بينهم هيحصل لها ايه؟ النسبه بينهم هتفضل ثابته. فعاده الريشيو اوف تو سيميلر كوانتيتيز ما بتعملكش مشكله. ليه؟ لان الار دي لو اتغيرت زادت بدلتا ار، تمام، هتلاقي برضو دي زادت بدلتا ار بدلتا يعني نفس الدلتا، وبرضو الار 1 زادت بايه؟ بنفس الدلتا ار. فتيجي تكتب المعادله تلاقي ان النسبه بينهم مالها هتفضل ثابته. فعاده بيبقى كويس ان انت ايه تحصل على حاجه فانكشن اوف تو سيميلر كوانتيتيز في الانتجريتد سيركت ديزاين بتاعنا. طيب تعالى نبدا بقى نتكلم هنحل المشكله دي ازاي بتاعت الايه جنريشن اوف البايس كارنت زي ما اتفقنا، تمام؟ في اسئله في السلايد الاول؟ ممكن سؤال بعد إذنك؟ دكتور، اتفضل يا باشمهندس. هو حضرتك كنت بتقول إن هو لو فوق زاد بنسبة معينة وتحت زاد بنفس النسبة الريشة هتفضل زي ما هي، بس أنا مثلا لو عندي 2/3 وزودت فوق 1 وتحت 1 فهتبقى 3/4 وهي مش نفس الريشة. لا بصي كلامك صح، بس هي الفكره بقى ايه؟ يعني انا ما بينتهاش لما كتبتها هنا. الفكره ان الدلتا مش كونستنت، الدلتا بتسكيل مع قيمه الريزيستور. يعني بمعنى ايه مثلا؟ بمعنى ان انا بقول لك الريزيستنس لما اثناء عمليه التصنيع هتشفت مثلا بنسبه نفترض 10%، فدايما الايرور في قيمه الريزيستور بيبقى نسبه من قيمتها، تمام؟ فانت لو انت مثلا جايبه ايه ليتس سي ار 2 على ار 1، خلاص ليتس سي النسبه دي مثلا ب 2، خلاص فكانك عامله ار 2 ان هي 2 ار، وار 1 بكام؟ بار واحده. يعني افترضي الار باي حاجه، قولي دي 1 كي ودي 2 كي مثلا، فالار دي هتتغير 10%، تمام؟ فيبقى كان المقدار اللي فوق اتغير بكام؟ اتضرب في 2، صح؟ وبعد كده دي اتغيرت ب 10%، فهي اتس برسنتج. يعني اللي هيحصل ايه؟ الكلام ده هيبقى 2 ار، تمام، زائد دلتا ار في 2، لان هي زادت بالضعف، لان هي ضعف الايه؟ ضعف قيمه الريزيستنس، تمام، على ار زائد دلتا ار. يعني هي دايما الموديل بتاع الفاريشن في الفابريكيشن بيبقى نسبه مئويه، تمام؟ يبقى عشان كده دايما النسبه بتفضل ايه؟ النسبه بتفضل ثابته. شكرا لحضرتك. فدايما هنشوف دي ليها ابلكيشن، يعني ليها مزايا كتيره قوي الكونسبت ده في الالكترونيك، وهنستعمله بعد كده في الديزاين كتير زي ما هتشوفوا، بالذات في الفيدباك لما نتكلم عليه ان شاء الله. طيب تعالوا نكمل بقى ايه هنجنريت ازاي الكرنت ميرورز او الكرنت سورسز، خلاص. طيب فهنبدا نتكلم عن حاجه جديده دلوقتي اسمها ايه كرنت ميرورز، خلاص. عايزين نفهم بقى ليه هنلجا لحاجه اسمها كرنت ميرورز. طيب زي ما اتكلمنا دلوقتي انا ممكن الدايره بتاعتي الانتجريتد سيركت بتاعتي تبقى مش محتاجه كرنت سيركت كرنت واحد، صح؟ يعني انا افرض الدايره بتاعتي مثلا فيها كذا امبليفاير، والله عندي امبليفاير نمره 1، امبليفاير نمره 2، وهكذا الى امبليفاير نمره n مثلا. والله ممكن كل امبليفاير يبقى عايز كرنت واحد كمان او اثنين، مش شرط يبقى كرنت واحد بس، تمام؟ فممكن الاقي الانتجريتد سيركت بتاعتي عندي عدد كبير جدا من الكرنتس. طيب فنبدا بقى نفكر، يبقى هل دلوقتي هروح لكل كرنت سورس ابني له a very complex circuit to generate current يبقى accurate ويبقى PVT insensitive؟
فالناس قالت لا ده كده الابروتش ده معقد جدا، مش هينفع كل كارنت سورس اروح ابني له ايه a very complex circuit. طب قالوا طب نقسم المساله دي ازاي؟ قالوا طيب ما تيجي نقسمها على خطوتين، اعمل سيركت الاول تجنريت كارنت واحد بس يبقى اكيوريت، خلاص ده اللي بنسميه جولدن كارنت، تمام؟ يبقى عندي بس دايره واحده بس هي اللي بتجنريت a very accurate current. ممكن نسمي الكارنت ده اي ريفرنس، خلاص يعني ده كأن اللي هو الريفرنس كارنت بتاعي اللي هستعمله في كل السيركتس. طيب بس انا الحقيقه مش عايز كارنت واحد، انا عندي كذا امبليفاير وكل واحد عايز ممكن كارنت واحد او اكتر. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هاخد الكارنت ده اللي هو الريفرنس كارنت اللي هو الجولدن كارنت الاكيوريت، واعمل له عمليه ميرورنج. ميرورنج كانك كده تخيل نفسك واقف قدام مرايه فظهر لك نسخه تانيه من الناحيه التانيه. ده بالظبط اللي هنعمله، هناخد الكارنت ده نعمل منه نسخه اولى، وبعد كده اخده تاني اعمل نسخه تانيه، واخده تالت واعمل منه ايه نسخه رابعه وهكذا، تمام؟ ونفس الكلام ممكن يبقى الكارنت جاي من السبلاي بيسينك في الدايره، وممكن العكس يبقى الكارنت ده يعني يبقى عندي ريفرنس تاني او نفس الريفرنس واعمل له ميرورنج مره يجي لي ان انا ايه ان انا بسينك كارنت من الدايره، تمام؟ اعمل منه نسخه واحده ونسخه تانيه ونسخه تالته وهكذا. بس يبقى الكونسبت دلوقتي اختلف، ان انا مش هديزاين بقى كذا سيركت تجنريت اجنريت بينهم ميني كارنت سورسز، لا انا هعمل سيركت واحده معقده وهنشوف هعملها ازاي في اخر المحاضره ان شاء الله، تمام؟ وهاخد الريفرنس ده في الاخر وهو اللي هعمله بقى ايه عمليه الميرورنج. الميرورنج يبقى انا هكرييت منه ريبليكا، تمام؟ الريبليكا بقى ممكن تبقى ايدنتيكال، يعني ممكن اميرور 1 تو 1. 1 تو 1 بمعنى ايه؟ مثلا لو قيمه الكرنت ده الريفرنس بتاعي ليتس اسيوم يعني 100 مايكرو امبير مثلا، تمام؟ ممكن اقول لك والله الميرور دي بتنقله لي 1 تو 1، فيبقى اي بايس 1 قيمته بكام؟ قيمته 100 مايكرو امبير برضه زيه بالظبط، خلاص؟ وفي ساعات ممكن الميرور بتاعتي ما تنقلهليش 1 تو 1، تنقله لي مثلا ايه 1 تو 2، فيبقى انا عايز ده الميرور يعني كأن الميرور بقى ايه كبرته، ما نقلتوش ايدنتيكال بس كبرته بان اكزاكت ريشيو 1 تو 2، فيبقى هنا عايزه يجي لي كام؟ 200 مايكرو وهكذا، تمام؟ ممكن بقى احدد الميرور ريشيو زي ما انا عايز. طيب فهنبدا بقى نتكلم دلوقتي الاول على الكرنت ميرورز، وبعد كده نرجع نتكلم على الايه؟ على الاكيوريت كرنت ريفرنس ده هجيبه ازاي. طب فدلوقتي اللي بقى بيأكت از كرنت سورس بالنسبه للدايره بتاعتي اصبح هو انهي سيركت؟ هي السيركت دي اللي هي اسمها الكرنت ميرور. طب فالكرنت ميرور هيبقى عليها نفس الريكوايرمنتس اللي كانت على الكرنت سورس، من ناحيه الاوتبوت امبيدنس بتاعتها برضه لازم تبقى عاليه، من ناحيه الاكيورسي بتاعتها، من ناحيه برضه البي في تي سنسيتيفيتي بتاعتها، نفس الريكوايرمنتس ايه لازم هتنطبق على الميرور سيركت زي ما كانت هتنطبق على الايه؟ على الاكتشوال ريفرنس جنريشن سيركت، تمام؟ مع الاضافه بقى ايه؟ ان انا هيظهر لي ان هي كمان بقى في حاجه اسمها ميرورنج ريشيو او ميرورنج اكيورسي، اللي هي الاكيورسي بتاع الكرنت ده هيظهر هنا ازاي؟ 1 تو 1 بالظبط ولا هتضرب في حاجه فيها ايرور تيرم؟ وهنشوف هنحسبه ازاي، تمام؟ واضحه الجزئيه دي قسمناها ازاي. يبقى الاول هنتكلم على الميرورنج ازاي، هفترض ان عندي حاجه اسمها ريفرنس كارنت وهجيب منه نسخ بقى، تمام؟ وبعد كده نرجع نتكلم على الريفرنس جنريشن. طيب تعالوا نبدا نتكلم على اول ميرور سيركت، تمام؟ هنبدا بالباي بولر اهو، عشان كنا لسه بنتكلم هل ينفع الباي بولر رياكت از كارنت ميرور ولا لا، وقلنا ان هما الاثنين ايه ايدنتيكال. طيب فين بقى الميرور سيركت؟ هتلاقي الميرور سيركت هي الدايره البسيطه جدا اللي هايلايتد بالمربع ده، خلاص؟ فيها عباره عن ايه؟ تو ترانزستورز، واحد اسمه كيو ريفرنس، خلاص؟ اتس ا دايود كونكتد ترانزستور موصل الكولكتور بتاعه بالبيز، والاوتبوت ترانزستور اللي هو كيو 1 اللي هو بيجنريت الكرنت اللي هو اسمه الاي اوتبوت. فالاي اوتبوت ده هو اللي ممكن يبقى رايح للامبليفاير بتاعي، يعني ممكن انا يبقى عندي هنا امبليفاير كان محتاج كارنت مثلا، تمام؟ هجيبه ازاي؟ زي ما قلنا هجيبه بالميرور سيركت دي. طب والميرور سيركت دي هي اللي داخل لها الريفرنس كارنت اللي هو كان جاي لي منين؟ من
الاكيوريت سيركت اللي بتجنريت الجولدن كارنت. خلاص طيب تعالوا بقى نفكر في الدايره البسيطه جدا دي هتشتغل ازاي. كيو 1 وكيو ريفرنس، كيو 1 وكيو ريفرنس دول هنفترض دلوقتي ان هم ايدنتيكال عشان نسهل على نفسنا، ليتس سي ان هم الاثنين ماتشد كيو 1 وكيو 2. تمام طبعا كيو ريفرنس ده دايما في انهي ريجن؟ ده دايما في الاكتف ريجن. ليه؟ لان انا موصل البيز بالكولكتور، فدايما البيز كولكتور جانكشن از ريفرست، فيبقى هو دايما فين؟ في الاكتف. فيبقى الاسامبشن الوحيد اللي انا لازم اعمله هو ان مين؟ ان كيو 1 هو اللي فين؟ في الاكتف. كيو 1 في الاكتف معناها ايه؟ ايه الكونديشن؟ يبقى الفي سي اي بتاعته لازم تبقى اكبر من ايه؟ من الفي سي اي سات، صح؟ يبقى الفي سي اي بتاعته لازم تبقى اكبر من الايه؟ ال 0.2 فولت اللي هي الفي سي اي سات بتاعته، مش كده؟ يبقى ده بس الكونديشن الوحيد اللي عندي في التالي. طب لو الكونديشن ده اتحقق يبقى الاثنين في الساتوريشن والاثنين ايدنتيكال، الكرنت في الباي بولر بيتبع الاكسبوننشال ريليشن شيب دي اللي هي اي اس اي اس في بي اي على في تي. طيب التو ترانزستورز دول ليهم نفس الايميتر فولتج، ليهم نفس البيز فولتج، بما ان هم ايدنتيكال في السايز يبقى الساتوريشن كرنت بتاعهم ايدنتيكال. يبقى من المعادله دي على طول ايه علاقه الكولكتور كرنت بتاع الريفرنس بالكولكتور كرنت بتاع واحد؟ الاثنين لازم ايه؟ يتساوي، مش كده؟ فيبقى لازم اي كولكتور واحد يساوي مين؟ اي كولكتور ريفرنس. تمام، فيبقى دي اول معادله عندي. وبالتالي بما ان انا في الاكتف ريجن يبقى الاي بيز، ايه علاقته بالاي كولكتور؟ يبقى الاي بيز هو اي كولكتور على بيتا، والاي بي 1 برضه هو اي كولكتور 1 على بيت على بيتا 1. فالبيتاز متساويه، مش كده؟ والاي اس متساويه لان انا افترضت ان هم ايدنتيكال. يبقى اذا البيز كرنتس متساويه والكولكتور كرنتس برضو ايه؟ زي ما قلنا متساويه. يبقى دي اول حاجه عرفتها عن التو كرنت سورسز. طيب ابدا انا عايز اجيب بقى علاقه اي اوتبوت بمين؟ باي ريفرنس. اسهل طريقه احل بيها المساله دي اخد كي سي ال عند النود دي. طب لو خدت الكي سي ال عند النود دي الكرنت اللي داخل عليها من فوق هو اي ريفرنس، طيب الكرنت اللي خارج منها من تحت هنا هو مين؟ هو اي كولكتور ريفرنس. يبقى ادي الكي سي ال بتاعتي اهي، ان اي ريفرنس لازم تساوي اي كولكتور ريفرنس زائد الكرنت اللي ماشي هنا. طب الكرنت اللي ماشي هنا هو مين؟ هو حاصل جمع البيز كرنت بتاع كيو ريفرنس زائد البيز كرنت بتاع مين؟ كيو 1، اللي هما ايه علاقتهم ببعض؟ هما متساويين. يبقى زائد ايه على طول؟ 2 اي بيز. طيب لان هما الاثنين قد بعض. طب واي بيز ايه علاقتها بالاي كولكتور؟ ما هي اي بيز هي اي كولكتور على بيتا، فيبقى شيل اي بي دي وحط بدلها مين؟ اي كولكتور على ايه؟ على بيتا. طيب بتوصل على طول للمعادله دي. يبقى اي ريفرنس طلع هو ايه؟ اي كولكتور ريفرنس، لان انا شلت هنا اي بي وحطيتها بدلاله اي كولكتور، اي ايهم بقى؟ لان الاثنين متساويين خلاص. طبعا استعملت الايه؟ الريفرنس اسهل لي، فهي اي كولكتور ريفرنس لان هي موجوده في نفس المعادله دي على بيتا، وخدت اي كولكتور ريفرنس عامل مشترك بره. تمام طيب يبقى انا وصلت كده المعادله بين اي ريفرنس واي كولكتور ريفرنس. الريفرنس دي احنا لسه قايلين ان هي مين؟ هي اي كولكتور 1 اللي هو مين بالنسبه لي؟ اللي هو اي اوتبوت. يبقى على طول من المعادله دي هشيل اي كولكتور ريفرنس واحطه ان هو مين؟ ان هو اي اوتبوت، لان اي اوتبوت زي ما قلنا هو اي سي 1 اللي هو ايه؟ اي سي ريفرنس. يبقى انا كده على طول جبت معادله تربط لي الاي اوتبوت بمين؟ بالاي ريفرنس. يبقى طلع ان الاي اوتبوت بيساوي الاي ريفرنس بس اتقسم على 1 زائد ايه؟ 2 على بيتا. طب لو انا قلت لك دلوقتي اسيوم يعني ان البيتا از انفينيت، يبقى على طول طلع لي ان الاي اوتبوت بيساوي مين؟ يساوي الاي ريفرنس. يبقى اذا اصبح السيركت دي كل اللي عملته لك ان هي خدت الكرنت اللي داخل لها اللي اسمه اي ريفرنس ونقلته لك الناحيه الثانيه بالظبط 1 تو 1. عشان كده بنسمي الدايره دي ايه؟ انها بتاكت از كرنت ميرور. تمام، بس طبعا واضح ان الكرنت ميرور ده مش ايديال. ليه؟ لان في نسبه ايرور هنا، نسبه ايرور نتيجه الايه؟ البيتا. لما البيتا از انفينيت اي اوتبوت بتساوي اي ريفرنس. طب لو البيتا بقى مش انفينيت احسب الايرور بقى ازاي بتاع الكرنت او كرنت ميرور ده؟ هعرف لك الايرور ان هو اي اوتبوت
ماينس الاي ريفرنس اللي هو انت كان نفسك تخرجه، يعني لو كانت كل حاجه ايديال، على مين؟ على اي ريفرنس. اطرح بس الاثنين دول من بعض واقسمهم على اي ريفرنس، هيطلع لك الايرور بتاعك ايه؟ 2 اوفر بيتا. فكل ما البيتا تبقى كبيره الايرور بتاعك بايه؟ بيقل. طيب تعالوا بقى نرجع نفكر كده، لو البيتا دي انفينيت خلاص كانها مش موجوده، هل كده الكرنت ميرور بتاعي ده بي في تي انسنسيتيف ولا لا؟ ها هو علاقته ايه؟ اي اوت بتساوي اي ريفرنس. هل المعادله دي سنسيتيف للفولتج او التمبرتشر او السبلاي؟ مش سنسيتيف لاي حاجه، يبقى انا كده فعلا عرفت اكريت ان ايديال ميرور يطلع لي اي اوتبوت بيساوي اي ريفرنس بالظبط اندبندنت اوف ايه؟ اوف بي في تي. طب فين بس الحته اللي البروسيس داخله فيها سنه، اللي هي الحته دي، لو البيتا مش ايه؟ مش انفينيت. لو البيتا مش انفينيت البيتا بتاعت الترانزستور ممكن تلاقيها تتغير مع البروسيس، يعني عملية التصنيع ممكن تلاقيها غيرت البيتا شوية، فدي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي الدايرة دي ايه؟ فيها بروسيس سنسيتيفيتي. بس as long as البيتا كبيرة اقدر اقول انها ايه؟ بي في تي انسنسيتيف. وهنشوف دلوقتي في السلايدز اللي جاية حل برضو للمشكلة دي، ازاي اشيل تأثير البيتا او اقلله جدا. تمام؟ طيب ايه اللي ناقص تاني في الاناليسيس بتاعنا للكرنت ميرور ده؟ احنا خلاص كده جبنا اتكلمنا على الاكيورسي بتاعته، واتكلمنا على البي في تي سنسيتيفيتي بتاعته. طب ده كانه كان سورس فيهمني او ميرور يعني، فايه الاوتبوت امبيدنس بتاعته؟ مهم قوي ان انا اعرف اجيبها صح. الار اوتبوت بتاعته بكام؟ الار اوتبوت بتاعته عشان اجيبها ارجع بقى احل مساله كانها سمول سيجنال موديل. ها كانك عندك ترانزستور وبتبص على الاوتبوت امبيدنس بتاعته من الكولكتور. طيب في مسائل الكرنت سورسز عادة بنفترض، يعني عشان نسهل يعني، ان الريفرنس ده اللي هو الدايود كونكتد ده، لما تيجي تبص على الامبيدنس هنا هتشوف ايه على طول للدايود كونكتد ده؟ هتشوف واحد على جي ام واصله من النود دي لايه؟ للجراوند صح؟ اللي هي لان هو دايود كونكتد، فالواحد على جي ام دي بنفترض انها ايه؟ رقم صغير قوي، فكاني اقدر ابروكسيميت اي سي وايز يعني ان النود دي از ايه؟ is AC ground. فيبقى ساعتها لما اجي ابص على ال R output هشوف كام من هنا على طول؟ ها؟ هشوف الايه؟ ال R node بتاعت الترانزستور. فيبقى تقريبا ال R output بتاعت ال current mirror بتاعتي هي ايه؟ R node. طب ال V compliance بتاعته بكام؟ ال V compliance اتفقنا هي ال minimum output voltage اللي ما زال ال current mirror ده هيشتغل accurately. طب ايه ال condition ان هو يشتغل accurately؟ لازم Q1 ده يفضل في انهي region؟ لازم Q1 ده يفضل في saturation. انا اسف، في الاكتف مش كده؟ فعشان يفضل في الاكتف لازم في سي اي تبقى اكبر من كام؟ من بوينت. يبقى الفي كومبلاينس بتاعتي هي مين؟ هي الفي سي اي سات. خلاص يبقى عرفت ازاي انا حسبت الار اوتبوت بتاع الميرور وايه؟ والفي كومبلاينس بتاعته، وعرفنا نحسب الايه؟ الايرور بتاعته. تمام؟ طيب في اسئله؟ اتفضل. أنا شايف حد عنده سؤال ولا إيه؟ طيب لو مفيش أسئلة نكمل، ولو عندكم أسئلة في أي وقت نرجع للأسئلة تاني. طب آخر خلاص بس كده. يعني بولت في السلايد دي. اتفضل يا شباب. هو كده الاي تعتمد على الفي سي سي، فالاي اوت بوت لسه بتعتمد برضو على الفي سي سي صح، مش كلامك الاي مظبوط. ما ريفرنس انا كنت بس. بص، انا كنت لسه هرجع للمعادله دي. يعني كنت لسه هعلق على المعادله دي دلوقتي حالا. السلايد دي دلوقتي تعالوا بس نشيل بقى العلامات الكتيره اللي احنا كتبناها هنا. السلايد دي بالطريقه اللي هو عامل عليها، بالطريقه بقى اللي هو يعني الطريقه اللي هو بيجنريت بيها الاي ريفرنس دي بقى ايه؟ فيها مشكله. خلاص ليه؟ لان هو قال لك يعني عشان ابسط على نفسي الدايره دي، والله انا هجيب الاي ريفرنس ده ازاي بقى؟ ان انا هوصل الفي سي سي بريزستور على الدايود كونكتد ديفايس ده، فيبقى قيمه الاي ريفرنس دي تقريبا بتساوي كام؟ تقريبا لو انت افترضت ان الفي بي اي 0.7 مش كده، من هنا لهنا 0.7، فوالله هتقول لي تقريبا الاي ريفرنس هي في سي سي ماينس ال 0.7 على ايه؟ على الار، اللي هي المعادله دي.
تمام. طبعا لما عملت كده دي مشكله بقى، صح؟ زي ما بشمسكي لسه بيقول، ليه بقى؟ لان قيمه الاي ريفرنس بقت فانكشن في مين؟ بقت فانكشن في السبلاي، فانكشن في مين كمان؟ بقت فانكشن في البروسيس، صح ولا لا؟ وكمان ال 0.7 دي برضو ممكن تبقى فانكشن في البروسيس، لانها ممكن تتغير شويه مع البروسيس، مش هتبقى اكيوريت خلاص. بس دي طريقه يعني زي ما تقول سمبليفايد. بس فين الميرور سيركت بتاعتنا اللي احنا بندرسها؟ هي دي الميرور سيركت، تمام. احنا هنتكلم في السلايدز اللي جايه ازاي بقى اشيل دي واحط هنا بدلها مين، احط هنا بدلها الجولدن ريفرنس سيركت اللي هتجيب لي الاي ريفرنس بدل الدايره دي دلوقتي. فانا عشان كده بقول لك ايه، ما تركزش قوي على الدايره دي، لان هنشيلها كمان شويه وهنشوف ازاي هجيب الاي ريفرنس من الجولدن سيركت او من الايه، من الريفرنس جنريشن سيركت اللي هي هتخش لي هنا، ونركز في الاناليسيس بتاعنا في الميرور سيركت ازاي بس نقلت لي اي ريفرنس الناحيه الثانيه. تمام، واضحه الجزئيه دي؟ تمام، شكرا تمام، دكتور. اوكي. طيب تعال نتكلم بقى على ايه. هو سؤال يا دكتور، بس هو المصفت في ماشي، نسبة ما تعال فيهوش نتكلم ايرور؟ بس على فاريشن. هنتكلم عن المصفت حالا، اديني بس السلايد اللي بعدها. ماشي، اديني بس لحظه واحده هنتكلم عن المصفت. تعالوا بس نكمل اضافات بسيطه على الباي بولر سيركت. احنا اتفقنا ان انا الميرور ريشيو بتاعتي ممكن كانت في السلايد اللي فاتت 1 تو 1. طب افرض بقى انا عايز اعمل ميرور ريشيو مختلفه، عايز اعمل 1 تو 2 زي ما كنا لسه بنتكلم من شويه، اعملها ازاي؟ طيب اخد الاي ريفرنس ده، والاي ريفرنس ده اتفقنا داخل هنا، تمام. لو تفتكروا احنا كنا مفترضين ايه العلاقه بين كيو ريفرنس وكيو 1 في السلايد اللي فاتت؟ ان هما ايدنتيكال، صح؟ طيب افرض انا جيت بقى قلت لك لا، كيو 1 ده انا هعمل له دبل السايز، ايه اللي هيتغير في الاناليسيس بتاعي اللي عملته في السلايد اللي فاتت؟ لما دبل الاريا، خلاص، يبقى ده معناها ان الاريا هتبقى توايس الاريا. يعني لو ده ترانزستور ده الاريا بتاعته A، هيبقى الترانزستور ده الاريا بتاعته 2 تايمز A. طيب يبقى لو الترانزستور ده الريفرس ساتوريشن كارنت بتاعه اسمه اي اس، يبقى الترانزستور ده الريفرس ساتوريشن كارنت بتاعه هو مين؟ هو 2 اي اس، لان الريفرس ساتوريشن كارنت از بروبورشنال مع مين؟ مع الاريا. لما بتدبل الاريا ده بيدبل على طول. طب يبقى لما دبل الاي اس، ارجع بقى ابص على المعادله الاكسبوننشال بتاعت الباي بولر، لو دي الدبل يحصل ايه للكوريكتور كارنت على طول؟ ها، يبقى الاي كوليكتور يحصل له ايه؟ يبقى هدبل الاي كوليكتور، صح كده؟ يبقى هرجع للسلايد اللي فاتت هكتب كل المعادلات هي هي، بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان اي كوليكتور، يعني هيبقى الفرق بين المعادلات اللي عملناها هنا والسلايد اللي فاتت، ان اي كوليكتور 1 هيساوي كام؟ هيساوي twice i collector reference، صح؟ ده هيبقى الفرق الوحيد بين الايكويشنز اللي عملناها في السلايد اللي فاتت والايكويشنز اللي هعملها هنا لما انا قلت لك انا هدبل مين. طبعا في فرق تاني بسيط قوي برضه مهم ناخده، ايه هو؟ ها، انا دبلت الكولكتور كارنت، هيحصل لي البيز كارنت هنا وهنا، هل هيبقى متساوي؟ ها، لو ده اي بي ريفرنس، يبقى ده هيبقى كام من اي بي ريفرنس؟ ها، مش الكولكتور كارنت ده ضعف الكولكتور كارنت ده، يبقى البيس كارنت اللي على اليمين ضعف برضه البيس كارنت اللي ايه؟ اللي على الشمال. يبقى لو ده اي بي هيبقى ده كام؟ 2 اي بي، صح كده ولا لا؟ مش كده، مش ده اي سي، فده 2 اي سي، يبقى ده لو اي بي يبقى ده ايه؟ 2 اي بي. لما اجي اكتب الكي سي ال في المعادله اللي فاتت، يبقى الكرنت اللي هيبقى ماشي هنا هو المره دي هيبقى كام؟ هيبقى 3 اي بي، صح كده؟ فبس دي اللي هتفرق في الايه؟ في الكي سي ال بتاعتي هنا، ده هيبقى اي ريفرنس اي كولكتور، بدل ما كان هناك 2 اي بي هيبقى المره دي ايه؟ 3 اي بي. فلو رجعنا تاني للسلايد اللي فاتت، يبقى هتلاقي الترم ده ايه؟ الترم ده اختلف، بلس ان اي اوتبوت دي لما هتيجي تقول والله هي اي كولكتور 1، مش هتقول لي بقى هي اي كولكتور ريفرنس هي مين، هتضرب ده في ايه؟ في 2. فهتلاقي 2 ظهرت لك هنا، مش كده؟ ودي هتتغير تبقى كام؟ تبقى الايرور تيرم، يعني بدل 2 دي هتبقى ايه؟ هتبقى 3.
تمام. فدي بس الفروق. بس اجين لو اهملت البيتا يبقى كانك عملت ايه على طول، يبقى كانك يو دبلد الايه الاوتبوت كارنت. طيب تعالى نعمل سيناريو تاني. انا كده قلت لك 1 to 2. طيب هل تقدر تقسم الكارنت؟ يعني بمعنى اخر لو ده 100 مايكرو خلاص، وقلت لك انا عايز هنا اجنريت 50 بقى، يعني نصه، اعملها ازاي؟ ها يبقى كاني المره دي عايزه ايه 2 to 1 صح كده. طب اعملها ازاي هنا؟ يبقى اخلي Q1 المره دي بدل ما هو دبل الاريا اعمله ايه نص الاريا، صح ولا لا؟ طبعا المعادلات هتتغير ايه، هتتغير شويه. طيب افرض بقى ان انت قعدت تقلل لحد ما وصلت ده للمينيمم اريا، يعني الاريا دي بقت المينيمم، وانا لسه عايز اصغر الكرنت بتاع كيو واحد، اصغره ازاي؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني انا دلوقتي ايه، انا هو دلوقتي عشان اصغر الكرنت ممكن نغير في اللينكس اتفضلي يا ولا باشمهندس. مش هيأثر على الكرنت لا هو أو خلي بالك هيأثر؟ الباي بولر غير الموسفت. الباي بولر انا مش بغير دبليو على ال، الكلام ده في الموسفت صح؟ الباي بولر ده الكلام ده بتاع الموس. الباي بولر انا بغير الاريا، فالاريا سواء كبرت اللينث او كبرت الويدث الاريا بتزيد في الباي بولر. فاهمين قصدي في فرق ايه فاندمنتال في الحته دي ما بين الموس والباي بولر. الباي بولر ببص لها على ان هو اريا ديفايس، يعني ايه لو حسب بقى انت بتبص مين لو ده الويدث مثلا وده اللينث بتاعه خلاص، لو كبرت الاثنين في الاخر كانك كبرت الاريا غير الموس، لان الموس دبليو على ال. تمام. فانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ فانا عايز اخلي كارت يتقسم على اثنين بس اوريدي ده المينيمم سايز كيو 1. طب فاحد الحلول طبعا انت تقول لي ايه، كبر كيو ريفرنس، يعني خلي كيو ريفرنس هو الاثنين ايه صح، وخلي ايه كيو 1 هو الايه اللي هي المينيمم بتاعتك. طب صفر لا انا عايز بقى اعملها كمان بالاثنين مينيمم سايز، احنا ممكن نوصل الاتنين دي ساعتها الاتنين بقى لازم اغير في الدايره. ساعتها بتهزوا مع بعض؟ نوصل اتنين بي جي تي ازاي؟ سوري يعني كنا تهزوا مع بعض فكده غير في الاريا صح؟ مظبوط، بس ده كأني بكبر الاريا لان هما هيخشوا ان بارلل صح؟ خليني نمسحها كده. يعني في طريقة تانية لرسم الدايرة دي، بدل ما ارسمها كده انا ممكن ارسمها ان انا موصل زي ما الباشمهندس لسه بتقول اتنين ان بارلل مع بعض. يعني كأن ساعات في ناس بتعمل دبل الاريا على انها سهمين بس، يعني مش شرط يعني. فليتس سي ان انا خلاص ده كده ايه نفس الباي بولر اهو، بس رحت عامله كده. ايه الفرق؟ كده كأني يعني ممكن لو ده اريا بتاعته ايه وده الاريا بتاعته ايه وده ايه، يبقى كأني حطيت اتنين ان بارلل، يبقى الاريا التوتال بقت كام؟ توايس تايمز ايه صح؟ ليه؟ لان الكرنت اتجمع مش كده، البارلل ده يبقى الكولكتور كارنت بتاع ده هو ده زائد ده، فيبقى كأني دبلت الايه الاريا بتاعت التوتال ترانزستور. تمام كلامك مظبوط. طيب في بقى طريقة تانية، في حاجة بنسميها الويدلر كارنت ميرور. خلاص ايه الويدلر كارنت ميرور؟ هو في فرق بسيط قوي ان هو بيضيف ريزيستور هنا اسمها ار اي عشان ضافها في الايميتر بتاعت كيو 1. طيب تعالوا نشوف كده دي هتفرق ايه في الاناليسيس بتاعنا. تعالوا نعملها فور ايديال بيتا دلوقتي عشان نبسط بس على نفسنا، اسيوم البيتا از انفينيت. طيب فلو البيتا از انفينيت خلاص، يبقى ساعتها الاي ريفرنس هو مين؟ هو الاي كولكتور ريفرنس اللي هو داخل في الكولكتور بتاع الريفرنس. ليه؟ لان انا افترضت ان الكرنت اللي ماشي في البيس ده تقريبا بيساوي ايه؟ تقريبا بيساوي صفر. تمام؟ طيب فاكتب ايه معادله هنا؟ هكتب بقى معادله كي في ال لوب هنا. تمام؟ لازم في بي اي ريفرنس اللي هي دي تساوي في بي اي 1 زائد اي اميتر في مين؟ في ار اي، فيبقى دي الكي في ال لوب بتاعتي. خلاص؟ طيب لو جيت بقى ايه عايز احل معادله الكي في ال دي، طب شيل بقى في بي اي واعوض بدلاله الكرنتس ازاي؟ اهم المعادله دي اكتب بس المعادله دي اعكسها،
خد بس ايه لين الطرفين مش كده؟ يعني اقسم اي سي على اي اس وخد اللين، يبقى ده هيبقى في بي اي على ايه؟ في تي. يبقى في بي اي هتساوي في تي لين اي سي على ايه؟ اي اس، اللي انا عوضت بيها فين؟ اللي هي عوضت بيها هنا. يبقى شلت في بي اي ريفرنس حطيتها في تي لين اي كولكتور ريفرنس على اي اس ريفرنس، بتساوي في بي اي 1 برضو نفس الكلام عوضت هنا، هي في تي لين بس المره دي بقى بما انها في بي اي 1 هي اي سي 1 على اي اس اي 1. طيب زائد اي ايميتر 1 ايه ار اي. خلاص طيب التو لينز دول لما اطرحهم من بعض يبقى هعمل ايه في اللي جوه اللين؟ يبقى كاني ايه قسمت ده على ده، لان انا هودي اللين ده الناحيه الثانيه واطرحهم من بعض، يبقى في تي لين اي سي ريفرنس على مين؟ اي سي 1 هيساوي اي ايميتر 1 ار اي ار اي. تمام. فلو انا فارض دلوقتي البيتا انفينيت يبقى كان ايه اي كولكتور 1 هي مين؟ هي اي سي 1، فكان ده اي سي 1 مش كده؟ لو انا فارض البيتا از ايه؟ از انفينيت زي ما انا كاتب هنا. هيبقى دي معادله كده بتاعت الايه؟ بتاعت الويدلر كارنت ميرور. طب ايه ميزته بقى دلوقتي؟ تعالوا نفكر كده. لو انا افترضت ان الاثنين دول ايدنتيكال زي ما انا عملت، طبعا انا فرضتها ازاي ايدنتيكال هنا؟ ان انا كنسلت اي اس ريفرنس مع ايه؟ مع اي اس 1، ده كاني فرضت ان هما ماتشد كيو 1 وكيو 2 ليهم نفس الاريا، يبقى ده اريا بتاعته ايه وده ايه. خلاص لما الاثنين كانوا نفس الاريا بالدايره اللي فوق ما كنتش عارف اجيب الكرنت اللي على اليمين اكبر او اصغر مش كده؟ بس الدايرة دي بقى ممكن تسمح لي ان انا اصغره. ازاي بقى اصغره؟ تعالوا بصوا عليها كده. مش الناحية اللي على اليمين دي بوزيتيف صح ولا لا؟ ما هي اي سي في ار اي قيمة موجبة، يبقى لازم مين يبقى اكبر من مين اللي جوه اللين هنا؟ ها يبقى عشان ده يطلع موجب يبقى لازم اي سي 1 يبقى ايه؟ يبقى اقل من ايه؟ اي ريفرنس صح؟ يبقى اذا الدايرة دي انا اقدر اختار قيمة الار اي اللي انا عايزها بحيث اعرف اجيب اي سي 1 اقل من ايه؟ اي ريفرنس، فتسمح لي وانا بميرور من هنا لهنا اقلل قيمه الكرنت من غير ما العب في السايز بتاع الايه؟ بتاع الترانزستور. بس طبعا يعني عيب بقى الميرور سيركت دي ايه؟ هي هتميرور وكل حاجه، بس عيبها ان الميرورنج ريشيو ما بقتش بي في تي انسنسيتيف زي الدايره الايه؟ الابسط اللي في السلايد اللي فاتت، لان هي فانكشن في الار اي وطبعا الفي تي فانكشن في مين؟ فانكشن في التمبريتشر. تمام. بس طبعا ليها مزايا لو انت عايز تجيب كارنت اصغر ومش عارف تغير السايز بتاعت الايه الترانزستورز بتاعتك. طب احسب ازاي الفي كومبلاينس للدايره دي؟ ها ايه الفي كومبلاينس بتاعت الدايره دي؟ كل ما الفولتج ده يقل تخيل كده ايه اللي هيحصل للكيو 1؟ ها الفي سي اي بتاعته هتقعد تقل مش كده؟ لحد ما توصل للمينيمم اللي هي كام؟ اللي هي 0.2 اللي هي البي سي اي سات صح كده؟ طيب يبقى المينيمم فيكم او المينيمم فولتج هنا اللي هو الفي كومبلاينس هيبقى مين؟ هيبقى البي سي اي سات بتاع ده اللي هو يا دوبك هيخش او يخرج من الاكتف ريجن زائد مين؟ زائد الاي ار اللي وقع على الايه؟ ريزيستور ده اللي هي الاي اوتبوت في الار اي. يبقى انت كده عرفت تحسب الايه؟ الفي كومبلاينس بتاعتك. تمام. طب اخر حاجه الار اوتبوت، احسب ازاي الار اوتبوت هنا؟ هل الار اي دي هتزود الار اوتبوت ولا لا؟ طبعا هتزودها. ليه؟ لان لو قلنا ده برضو نفترض يعني ان ده اي سي جراوند كنوع من التبسيط ان هو واحد على جي ام، فعندك يعني فيري لو امبيدنس من هنا للجراوند، يبقى انت شايف على طول ايه؟ ترانزستور دي جنريتد بالايه؟ بالار اي. يبقى الار اوتبوت بتاعتك هتعلى طبعا بقيمه دي جنريشن، هتبقى ايه؟ هتبقى ار اي زائد ار نوت زائد ايه ار اي في جي ام ار نوت، فده تعرف تحسب برضو الايه الار اوت. فطبعا الار اي دي ساعدتك انها علت الايه الامبيدنس بتاعت الكرنت ميرور بتاعك. تمام. في اي اسئله في الـ في الـ في الـ في الباي بولر ميرورز لحد دلوقتي؟ تمام. طيب تعالوا نبص بقى على تعديل بسيط قوي بنعمله في الباي بولر ميرور عشان نقلل الايرور ديو تو البيتا.
خلاص، في حد رافع ايده ولا دي من زمان؟ طيب ده شكله يمكن سؤال قديم بقى. ماشي طيب، تعالوا نتكلم بقى على الدايره دي. اخر دايره هنتكلم عليها في الباي بولر ميرورز، حاجه بنسميها البيتا هيلبر. خلاص، ايه بقى قصه البيتا هيلبر دي؟ زي ما هنشوف، هي دايره تساعدنا في ان احنا نيليمينيت الايرور ديو تو بيتا بتاعت الترانزستور، لان زي ما شفنا في الباي بولر في ايرور ديو تو البيتا في الميرورنج ريشيو. تمام، طيب البيتا هيلبر دي بتعمل ايه بقى؟ الميرور بتاعك اللي اتكلمنا عليه في السلايدز اللي فاتت تقريبا هو الجزء ده، ما غيرش صح؟ ده ادي كيو ريفرنس وادي كيو 1، الاثنين ليهم نفس الفي بي اي، فاكيد هيبقى ليهم نفس الكولكتور كارنت، مش كده؟ في بي اي ريفرنس هتساوي في بي اي 1. تمام، ودايما الترانزستور كيو ريفرنس برضه في الساتوريشن، لان الكولكتور بتاعه اعلى من البيز ب 0.7، فدايما الايه البيز كولكتور جانكشنز ريفرست، فده دايما في الساتوريشن. فيبقى الكونديشن الوحيد بتاعك بس ان برضو ايه هنا، ان الفي سي اي دي تبقى اعلى من الفي سي اي سات، يبقى كيو 1 ده انت كده ضمنت ان هو فين، ان هو انت ضمنت ان هو في الساتوريشن. طيب فساعتها برضو زي ما قلنا يبقى اي سي 1 اللي هو الاي اوتبوت هيساوي اي سي ريفرنس، مش كده؟ وبرضو اي بي 1 هيساوي اي بي ريفرنس بفرض ان هما ايدنتيكال في السايز دلوقتي. تمام، بس بعد كده ممكن اغير السايز زي ما انا عايز زي ما اتكلمنا قبل كده. تمام، فيبقى الاي سي زي بعض وبرضو الايه الاي بي زي بعض. طب فطالما الاي بي زي بعض يبقى الكرنت اللي ماشي هنا هو اي كولكتور على بيتا، الكرنت اللي ماشي هنا هو اي كولكتور على بيتا، حيث اي كولكتور يعني اللي على الرسمه دي هو مين مقصود بيه؟ اي كولكتور ريفرنس، يعني اللي احنا مسمينه هنا ايه؟ اي كولكتور ريفرنس. طيب فيبقى محصله التو كرنتس دول اللي هو كان زمان بيعمل لي الايرور هيمشي هنا دلوقتي اللي هو 2 اي كولكتور على بيتا. زمان ما كانش عندي الترانزستور الثالث ده، زمان كنت موصل هنا شورت سيركت كده ما بين البيز والكولكتور ده، فكان الايرور كرنت ده كله بيروح على انهي نود؟ على نود 1 اللي هنا دي، فكان هو ده اللي بيكريت الايرور، هو ده اللي كان بيخلي ان الريفرنس كرنت بتاعي مش هو هو مين؟ مش هو هو اي سي، ده اللي كان عامل الايرور. طب في البيتا هيلبر دي عملت ايه بقى؟ خدت الكرنت ده دخلته في الايميتر بتاع الترانزستور الثالث ده. طيب فلما يخش في الايميتر، لو الترانزستور الثالث ده برضه في الاكتف ريجن، وده حقيقي لان انا موصل الكولكتور بتاعه على السبلاي، فلو السبلاي ده اعلى من ده 0.7 يبقى هو اكيد برضه فين؟ في الاكتف ريجن، فاقدر اضمن دي مفيش مشكله. طب فلو ده في الاكتف ريجن وانا عرفت الاي اميتر بتاعته، افترض دلوقتي فور سمبلستي ان البيتا بتاعته قد البيتا بتاعت الريفرنس وايه وكيو 1، يبقى ايه علاقه الاي اميتر بالاي بيز؟ اقسم اي اميتر على بيتا بلس 1 هتجيب الاي بيز على طول، يبقى الكرنت الجديد بقى اللي مسحوب من النود دي هيبقى هو هو 2 اي كولكتور على بيتا، بس اقسمه كمان على مين؟ بيتا بلس 1، فاصبح الايرور كرنت الجديد بتاعي هو القيمه دي، فقلت جدا مقارنه بالايه؟ بالدايره البسيطه اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها. طيب ارجع بقى اكتب معادلات الكرنت ميرور، فهاخد ايه؟ النود ايكويشن هنا كي سي ال عند النود دي، فاقول والله اي ريفرنس بيساوي الكرنتس اللي خارجه اللي هي اي سي زائد الايرور كرنت اللي حسبناه اللي هو 2 اي سي على بيتا مضروب في بيتا بلس 1، اللي هي المعادله البسيطه اللي هنا دي. طيب هاخد بقى اي سي مشترك، يبقى اي ريفرنس هيبقى اي سي مضروب في الايه؟ في الترم ده. تمام، طبعا اي سي بالنسبه لي هو مين؟ هو هو اي اوتبوت، يبقى انا كده على طول عرفت احسب اي اوتبوت هو اي سي اللي هو هيبقى اي ريفرنس على الترم ده. تمام، اللي هو تقريبا لو افترضت ان البيتا اكبر قوي من الواحد بقى بيساوي اي ريفرنس على 1 زائد 2 على بيتا تربيع. تمام، يبقى ايه الفرق بقى بين الدايره دي واللي قبلها؟ اللي قبلها كانت اي كولكتور بتساوي اي ريفرنس على 1 بلس 2 اوفر بيتا، هنا بقت 2 اوفر بيتا ايه تربيع. فيبقى واضح ان البيتا هيلبر دي اللي انا عملتها هنا، الترانزستور ده عاده بنسميه بيتا هيلبر، عمل لي ايه في الايرور؟ صغر لي جدا الايرور تيرم، لان بدل ما كان 2 على بيتا بقى 2 على بيتا تربيع. تمام، طب ده هيظهر ازاي في الايرور؟ ارجع بقى احسب الايرور في الميرورنج هنا، ان هو اي اوت ماينس اي ريفرنس على اي ريفرنس. تمام، اطرح بس الاثنين من بعض واقسمهم على اي ريفرنس،
هيطلع لك 2 على بيتا تربيع على 1 بلس 2 اوفر بيتا سكوير، اللي هو يعني if you neglect الترم ده هيطلع لك المره دي الايرور ترم بتاعك 2 اوفر بيتا سكوير، بدل ما كان الميرور الاولاني السيمبل الايرور بتاعه كام؟ 2 على بيتا، فده قلل لك قوي الايرور في الايه؟ في الميرورنج. تمام؟ طيب هل فرقت حاجه في الفي كومبلاينس فور ار اوتبوت؟ ها؟ ولا هي بالظبط؟ الميزه ان ما فرقتش خالص حاجه في الفي كومبلاينس ولا ايه؟ الار اوتبوت، يعني حسنت الاكيورسي بتاعت الميرورنج بس ما اثرتش على الفي كومبلاينس، ما زالت هي الفي سي اي سات بتاعت كيو 1، والار اوتبوت ما زالت هي برضه الايه؟ الار نوت تقريبا. تمام؟ هل في اي اسئله في الجزئيه دي لحد دي؟ واضح الكونسيبت بتاع البيتا هيلبر عمل ايه؟ يبقى كل اللي هو عمله بس ان هو قسم الايرور كارنت على ايه؟ ترم الزياده 1 بلس بيتا، فقلل لك الايه؟ الايرور كومبيرد بالايه؟ بالستاندرد باي بولر ميرور اللي اتكلمنا عليه قبل كده. تمام؟ طيب تعال نتكلم بقى على الماس، نشوف الماس فيه ايرورز برضو ولا لا. طيب الماس هبني ازاي كارنت ايرور؟ نفس الكونسيبت، هبص كده على الجزء ده اللي هو الجزء الايه؟ النص التحتاني من الدايره دي، هحط برضو 2 ترانزستورز M1 و M2. طيب M1 ده دايما في الساتوريشن، صح؟ ليه؟ لان انا موصل الجيت بالايه؟ الجيت بالدرين، فدايما M1 في الساتوريشن، فيبقى دايما الكونديشن بتاعي عشان M2 يأكت از كارنت ميرور، يبقى لازم M2 برضو يبقى كمان هو مين؟ هو كمان في الساتوريشن. يبقى ده كده خلاص عرفت ان عشان M2 يبقى في الساتوريشن يبقى لازم VDS بتاعت M2 نسميها VDS2 لازم تبقى اكبر من ال VGS2 اللي هي الاثنين زي بعض، VGS1 بتساوي VGS2 ماينس V threshold، صح كده؟ يبقى ده الكونديشن عشان الميرور ده يشتغل، صح؟ طب يبقى معنى كده الفي كومبلاينس بمين على طول؟ يبقى مين الفي كومبلاينس؟ ما هي في دي اس 2 لازم تبقى اكبر من كده، يبقى المينيمم بتاعها هو في جي اس ماينس في تي، يبقى على طول ده بيساوي مين؟ يبقى ده بيساوي الفي كومبلاينس بتاعتك، مش كده؟ يبقى كده عرفنا على طول الميرور ده عشان يشتغل صح لازم الفي كومبلاينس تساوي في جي اس ماينس في تي. طيب تعالى نفترض ان هو في الساتوريشن دلوقتي ونكمل، لو هو في الساتوريشن يبقى المفروض الكرنت هيبقى كي على 2 VGS minus VT حيث K هي mu n C aux في الايه؟ في ال W على L. طيب فهكتب المعادلة دي مرتين، مرة ال M1 ومرة ال M2، صح؟ الاثنين عندهم نفس ال VGS واحدة ونفس ال V threshold لأن أنا مفترض إن هما identical، مش كده؟ صنعين في نفس ال process. طيب ونفس ال mobility ونفس ال C aux لأنهم صنعين برضه في نفس ال process. إيه اللي ممكن يفرق ما بين M1 و M2؟ هي ال W على L بس، ممكن اغير السايز بتاع M1 relative للسايز بتاع ايه؟ M2. طب فلو كتبت المعادلة دي مرتين، مرة ل IDS1 ومرة ل IDS2، تمام؟ يبقى الفرق بينهم بس في المعادلتين هي ال W على L. طب فلو رحت قسمت بقى المعادلتين على بعض هيبقى لي مين؟ هيبقى لي IDS1 على IDS2 هي W على L1 على W على L2، صح؟ طيب IDS1 بالنسبه لي هي مين؟ بالنسبه لي هي اي ريفرنس اللي هي داخل على الايه؟ على الميرور سيركت. طب و IDS2 هي اي اوتبوت. يبقى اذا لما اقسمهم على بعض هيطلع لي على طول المعادله البسيطه دي، ان اي اوتبوت على اي ريفرنس دايما هتساوي W على L2 على W على L1. يبقى دي معادله فيري سيمبل بتوريني ان انا اقدر اميرور الكرنت، مفيش بقى ايرور هنا زي الباي بولر نتيجه البيس كرنت. ليه؟ لان مفيش اي كرنت مسحوب فين؟ في بتاع التو ترانزستورز، ففعلا الريفرنس كرنت هو مين على طول؟ هو اي دي اس 1. تمام؟ فدي ميزه للموس ميرورز مش موجوده في الايه؟ في الباي بولر، صح ولا لا؟ فدي واضحه انها ايه؟ اتس ا بيج ادفانتج في الموس ميرورز كومبيرد للباي بولر. طيب ازاي بقى اغير قيمه اي اوت؟ لو عايز الكرنت يبقى ايدنتيكال يبقى احط التو ترانزستورز ايدنتيكال، يبقى يطلع لك اي اوت بيساوي اي ريفرنس. طيب لو عايز الميرور يبقى 1 تو 2 يبقى اعمل ايه؟ يبقى اخلي السايز بتاع ام 2 ضعف السايز بتاع ام 1، ممكن تستعمل نفس اللينث وتخلي ال W2 هي الضعف الايه؟
الدبليو 1. طيب هل المعادله دي انسنسيتيف للبروسيس والفولتج والتمبريتشر ولا لا؟ واضح انها ما تتغيرش ولا مع البروسيس ولا مع الفولتج ولا مع التمبريتشر، صح ولا لا؟ ليه؟ لان برضو الميزه دلوقتي ان الميرورنج ريشيو هي الريشيو اوف تو سايزز دبليو على دبليو، صح؟ لو افترض يعني ان الالز متساويه، فبرضو لو اثناء عمليه التصنيع واحده من الدبليوز زادت بنسبه 10%، انا مفترض ان الدبليو طالما هي نفس الكوانتيتي هتسكيل زي بعض، يبقى الثانيه هتزيد 10%، فالنسبه بينهم هتفضل برضو ايه، النسبه بينهم هتفضل ثابته. فده الميزه دايما في الالكترونيك سيركتس، ان انت تحاول تخلي الاوتبوت اللي انت مهتم بيه هو النسبه بين حاجتين شبه بعض. فعشان كده دي بنسميها روبست للبروسيس فاريشنز، لان زي ما قلنا لو افترضنا يعني ان هي بتساوي دلوقتي W2 خلاص على W1، تمام، لو زادت مثلا زي ما قلنا نتيجه التصنيع حصل شيفت فيها 10%، خلاص دي برضو هيحصل شيفت فيها ايه 10%، فبالتالي يبقى ايه النسبه بينهم تفضل ثابته، تمام. طيب ايه بقى العيب الوحيد في الماس ميرورز ده؟ العيب الوحيد في الماس ميرورز هو ريليتد للار اوتبوت، مش كده؟ الاوتبوت امبيدنس بتاعت الماس ميرور بتساوي كام؟ برضو لو افترضنا ان هنا في very small resistance to ground، فيبقى كان الجيت وصل بالجراوند، فلما ببص على الار او هنا السمول سيجنال هتطلع لي الار اوتبوت بتاعتي هي ايه؟ هي الار نوت بتاعت الترانزستور. طب لو انا عايز بقى اعمل ايه؟ لو عايز اكبر قوي الار نوت، ايه الحل بقى في الماس؟ الميزه في الماس ان انا لو عايز اكبر الاوتبوت ريزيستنس بتاعته اقدر اغير مين في اللينث بتاع الترانزستور، صح؟ ليه؟ لو انا كبرت اللينث بتاع الترانزستور، فاكرين لينث موديليشن لامدا كان بيحصل لها ايه؟ لامدا كان بروبورشنال مع مين؟ مع واحد على ايه؟ واحد على ال، صح؟ فكنت كل ما بكبر اللينث بتاع الترانزستور الترم اللي هو في المعادله بتاعت الساتوريشن، المعادله بقى الصح يعني، احنا هنا طبعا كتبنا الابروكسيميت اكسبريشن، المعادله المظبوطه هي كي على 2 في جي اس ماينس في تي، تمام، تربيع مضروبه في ترم 1 زائد ايه؟ 1 زائد لامدا في دي اس، صح؟ دي معادله الاكزاكت في الايه؟ في الساتوريشن ريجن الماس. الترم 1 زائد لامدا في دي اس ده اللي بيمودل الايه؟ الشانل لينث موديليشن، اللي هو الزياده في الكرنت مع الفي دي اس. طيب فلو انا عايز اقلل الشانل لينث موديليشن يبقى عايز اعمل ايه في اللامدا؟ يبقى عايز اقلل اللامدا از ماتش از بوسيبل. فاللامدا من الديفايسز كان كل ما بتكبر اللينث بتقلل الايه؟ channel length modulation. فلو صغرت اللينث السلوب هنا حصل له ايه؟ السلوب هنا قل، فمعناها ايه السلوب قل؟ معناها ان اعتماد الكرنت على الفي دي اس قل، فالكرنت سورس بقى مور ايديال، تمام. طبعا كده ده هيحل لك موضوع الايه؟ هيعلي لك الار او بتاعت الترانزستور. طيب ايه بس الديس ادفانتج بقى اللي انت حصل لك لما كبرت اللينث بتاع الترانزستور؟ ها لما كبرت اللينث بتاع الترانزستور، لو انت عايز تحافظ على نفس الفي كومبلاينس، تعال نفكر فيها بقى كده، لو انت عايز تحافظ على نفس الفي كومبلاينس بتاعك، خلاص الفي كومبلاينس هو فانكشن في في جي اس ماينس في تي، صح؟ طيب يبقى انت عايز الفي جي اس ماينس في تي تبقى ثابته. طب تعال نبص على معادله ساتوريشن، لو انت عايز ده كونستنت، وطبعا الكرنت كونستنت مش كده، اللي انت عايز تميرره كونستنت، بس انت بتقول لي انا هعمل ايه؟ انا هدبل ال ال، يعني ال ال ده عشان شانل لينث موديليشن مثلا هضربه في 2، يبقى لازم عشان احافظ على ده ثابت وده ثابت اعمل ايه في الويث كمان؟ لازم اضرب الويث هو كمان في 2. فيبقى اذا كل ما هكبر اللينث عشان احسن الار او، تمام، هضطر غصب عني عشان احافظ على نفس الفي كومبلاينس اعمل ايه في الويث؟ اكبر الويث. فعشان كده الكرنت ميرورز الموسفت عاده بتبقى الاريا بتاعتها كبيره قوي. ليه بتبقى كبيره؟ لان بتقعد تكبر جدا ال L، طبعا مش شرط توايس بقى، انت ممكن تكبر اكتر من توايس يعني عشان تحسن شانل موديليشن، فبالتالي لازم تكبر جدا ايه الويث بتاع الترانزستور عشان تحافظ على لو كومبلاينس فولتج، لان لو ما كبرتش الويث الكومبلاينس فولتج هيزيد، فهتبقى مشكله بالنسبه لايه الكرنت ميرور بتاعك. طبعا بس المعادلتين اللي هنا دول يعني فيري سمبل ايكويشنز
لو انت خلينا نشيل بس الشخبطه اللي احنا كاتبينها هنا. المعادله بس اللي انا كاتبها هنا دي المعادلتين اللي احنا كاتبينهم هنا دول هما بس simple equations لو انت هتحط الاي ريفرنس عن طريق الريزستور ده. بس طبعا زي ما اتكلمنا المحاضره يعني بدايه المحاضره مش هنعمل كده وهنجيبها من ريفرنس جنريشن سيركت. بس لو انت عاملها هنا كده هتكتب بس two extra equations in i reference هو VDD minus VGS على R فيبقى دي equation number 1. و equation number 2 هتجيبها من معادله M1 ان هي i reference هي K على 2 VGS minus VT وتحل بس المعادلتين دول في المجهولين فتجيب مين او سوري معادلتين في المجهولين بتوعك اللي هم الاي ريفرنس والايه والفي جي اس تجيب تعرف تجيب قيمه الايه الاي ريفرنس يعني تمام. بس طبعا زي ما قلنا مش هنلجأ لدي وهنستعمل ريفرنس جنريشن سيركت. طيب ايه الاسئله بقى؟ معلش لو حد عنده أسئلة ممكن تقولوا، أنا بحاول أقرأ الأسئلة اللي في الشات. بس في أي أسئلة عندكم؟ السؤال بس إن إزاي الـ R out هتتغير مع لامدا؟ لا هي الـ R out زي ما كنت لسه بقول لكم، هي الـ R out دي الـ R out basically تأثيرها هي يعني أنت ممكن تبص لها هي فانكشن على طول في اللامدا طبعا. يعني احنا انت ممكن تبص للار اوت دي ان هي في السمول سيجنال موديل اللي هي الار او اللي احنا بنحطها في السمول سيجنال موديل بتاعت الترانزستور تمام، او بتبص لها في اللارج سيجنال ايكويشن اللي انا كنت كتبتها لكم اللي هي الترم بتاع ايه 1 زائد لامدا في دي اس والاثنين واحد. يعني انت لو جيت خدت معادله يعني تكتبت بس المعادله دي يعني خلاص، لو انت جيت خدت السلوب هنا يعني فاضل المعادله دي اللي هي اي دي بالنسبه لفي دي اس هتجيب علاقه ار او بتاعت السمول سيجنال تمام بمين باللاند على طول مش كده ولا ايه؟ يعني هنا بس بقيت المعادله دي هي الترم كي على 2 في جي اس ماينس في تي. الار او هي تعريفها ايه؟ الار او تعريفها هي السلوب ده مش كده؟ يعني بمعنى اخر هي التفاضل يعني بارشال في دي اس باي بارشال ايه؟ باي بارشال اي دي اس صح كده؟ يعني فاضل بس المعادله اللي فوق طبعا كنوع من التبسيط يعني فاضل اي دي اس بالنسبه لفي دي اس وبعد كده اقلبها يعني تمام. ففاضل بس المعادله اللي فوق دي اي دي اس بالنسبه لفي دي اس واقلبها هتلاقي نفسك جبت الايه الار نوت. فهتعرف تجيب علاقتها على طول بالايه باللامدا، هتلاقي على طول انك كل ما بتقلل اللامدا الار نوت بيحصل لها ايه بتزيد على طول تمام. يا دكتور ايه علاقه الدبلو بالميكرو؟ طيب في اي اسئله تانيه؟ ايه علاقة ال W بالايه معلش؟ بالفي بالـ V-Compliance؟ ماشي، ما احنا كنا لسه بنقول ال V-Compliance هي ايه؟ ال V-Compliance هي VGS minus VT صح؟ مش دي ال V-Compliance؟ فأنا كنت لسه بقول لكم ايه هيأثروا على بعض ازاي؟ ما هو في الآخر برضو الاتنين مرتبطين بمعادلة MOSFET دي صح؟ فلو أنا جيت مثلا زي ما كنا لسه بنقول كبرت اللينف وعايز احافظ على الفي كومبلاينس كونستنت، ما الفي كومبلاينس اللي هي جذر الترم ده، فانا يبقى لو في كومبلاينس كونستنت يبقى ده يساوي كونستنت صح؟ مش كده؟ فيبقى لو الترم ده ثابت وانا كبرت ده وده ثابت برضه لان الكرنت اللي خارج هنا ده ميرور فانا عايزه رقم ثابت فده برضه ده لازم يساوي كونستنت مش كده؟ فيبقى لو كونستنت بيساوي حاجه خلاص مضروبه في كونستنت وانا بزود ده يبقى غصب عني لازم اعمل مين؟ لازم ازود الدبليو عشان احافظ على الاثنين دول ثابتين تمام. فطبعا لو غيرت الدبليو الفي كومبلاينس هتتغير على طول مش كده، لان اقدر يعني انت هنا تقدري تكتبي المعادله دي تقولي لي والله في كومبلاينس وتحسبيها من المعادله دي ان هي في جي اس ماينس في تي فهتطلع فانكشن على طول في مين؟ في الويدث تمام. اصل انا كنت فاهمه انها المفروض تكون الفي دي اس اللي هي على المواصفات، فده كان سؤالي. الفي كومبلاينس هي الفي دي اس مينيمم، خلي بالك في فرق
يعني الفي كومبلاينس هي المينيمم في دي اس اللي الدايره دي هتظل تشتغل عندها، ما هياش يعني هي مش بتساوي قيمه الفي دي اس، هي بتساوي المينيمم فاليو اوف الفي دي اس. فالمينيمم فاليو اوف الفي دي اس فانكشن في مين؟ في الفي جي اس ماينس في تي، عشان ده يفضل فين؟ عشان ام 2 يفضل في الساتوريشن. تمام، شكرا. تمام، شكرا. اوكي، طيب في اي اسئله تانية؟ دكتور، هو في الحته لما وصلنا البي جي تيز ان بارل كده احنا المفروض زودنا الويت صح ولا قللنا؟ اتفقنا، بس البي جي تي ما نقولش الويت، نقول الاريا. تمام، بس كلامك صح. كل ما هزود ان بارلل يبقى كاني اي انكريس الاريا، لان الاريا بتاعتهم بتجمع. يعني انا كده مثلا لو ده ايدنتيكال لده، تمام، يبقى الكرنت التوتال هو ده زائد ده، مش كده؟ فلو كتبت المعادله الكرنت هتجمعيهم يبقى كانك عملتي ايه في الاي اس؟ كان الاي اس اتجمعت، يبقى كان الاريا اتجمعت. تمام، فلو رحت حاطط واحد تالت، تمام، يبقى كان الكرنت حصل له ايه؟ كرنت اتضرب في 3، يبقى كان الاي اس اتضربت في ايه؟ في 3، لان الاي اس بروبورشنال لمين؟ للكرنت، صح؟ والاي اس بروبورشنال لمين؟ للاريا. واضحه الجزئيه دي؟ فكاني حاطط واحد 3 اضعاف الاريا، هيديني 3 اضعاف الايه؟ الكرنت فور ذا سيم في بي اي. طبعا. طب كده مش هينفع اقلل صح؟ يعني مفيش طريقه ان انا اقلل بيها الاريا، ان انا اوصلهم أي مثلا اسئله ثانيه؟ ان سيرز او كده؟ لا. لا لا لا، ما بنقللش الاريا ان احنا نوصل ان سيرز الباي بولر، بس قلل. يعني سؤالك بقى مثلا انا عامل هنا 1 ل 3 مثلا، صح؟ لو عايز خلاص ممكن يبقى ده، فكري بقى ساعتها كأن ده هو 3 اريا وده ايه؟ 1 اريا. فاهم قصدي؟ يبقى ده 3 اضعاف، وبعدين هنا صغرت الاريا بتاعت ده، يبقى انا كده عملت 3 لواحد. او بقى نعمل حاجه زي الويدلر اللي تحت زي ما اتكلمنا، لو عايز بقى صغر الكرنت. لكن زي ما انت بتقولي مش بحط ان سيريز بقى، مفيش، مش زي الريزيستور يعني. تمام، الموسفت ممكن نعمل فيه حاجه زي دي، ممكن تفكروا فيها. يعني الموسفت ليه طرق ان هو يتعمل سيريس وبارلل، بس الباي بولر لا. يعني ما يعني يبقاش فيه الموسفت لما كاسكود؟ بيتحط سيريس كانك زودتي اللين، مش ما انا لسه بقول لك اهو، ممكن تمشي في الموسفت بس مش في الباي بولر. يعني جربي تكتبي معادله الموسفت وتحطي 2 ان سيريس، ممكن توصلي انها تبقى كانك عملتي اللينث توايس مش الويدث. تمام، شكرا. فاهم قصدي؟ تمام. طيب في اي اسئله تانية في محاضره النهارده؟ طيب خلينا نقف بقى هنا، وان شاء الله انا هابلود بقى السلايدز باذن الله، ونكمل الاسبوع اللي جاي باذن الله. تمام، اوكي، ماشي، شكرا يا جماعه. دكتور، اتفضل يا فندم. هو انا مندوب الدفعه، كنت عايز اتواصل مع حضرتك، الايميل ولا ايه؟ ما فيش مشكله، يعني لو معاك نمرتي عايز تبعت لي على الواتساب ابعت لي، عايز ايميل اللي يريحك يعني، مفيش مشكله يعني. خلاص، شكرا لحضرتك يا دكتور. تمام، اوكي، ماشي، شكرا يا فندم. طبعا اشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.